بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم إن شاء الله. احنا النهاردة على موعد مع محاضرة جديدة من محاضرات CMBA. إن شاء الله احنا هنستكمل النهاردة سيكشن دي، آخر محاضرة سيكشن دي معانا في اللي هو توبك 5 بزنس بروسيس امبروفمنت. طبعا لو حبينا نعمل ريكاب على المحاضرة اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها عن السبلاي تشين مانجمنت، احنا أخدنا فكرة عن تدفق المخزون بداية من مرحلة انه يكون مادة خام او ان تبتدي تحصل عليه كمادة خام الى ان تحصل على منتج نهائي. التدفق بتاع المخزون نفسه او الانفنتوري فلو، ازاي نحصل على المواد الخام وكيفية ادارة المخزون نفسه، هل هو كان على اساس الماتيريال ريكويرمنت بلاننج او هنعمل حاجه اسمها جاست ان تايم، هل مش هنحتفظ بالمخزون ونجيب حاجه اسمها اوت سورسنج، يعني في بعض العماد استبعدها خالص من عندي من الشركه واعملها اوت سورسنج. اتكلمنا في الثيري اوف كونسترينت اللي هي نظريه القيود، اللي هو فكره ان يكون في النظام نفسه او السيستم نفسه بيكون في حاجه اسمها وان بارير او وان كونسترينت، و بتاع جولد رات الياهو العالم اللي اخترعها يعني او اتكلم فيها. اتكلمنا في الكاباسيتي مانجمنت، اتكلمنا في كل الحاجات دي خاصه بنركز بتدفق المخزون انفنتوري فلو بدايه من الماده الخام لحد ما يكون منتج نهائي. كل ده بنتكلم في تدفق المخزون. النهارده هنوسع شويه الموضوع اكتر، هنتكلم في حاجه اسمها بزنس بروسيس امبروفمنت. يعتبر السبلاي تشين مانجمنت احد الـ يعني نقول الديفيجنز او احد الخطوات الستبس اللي بتشتغل فيها في البيزنس بروسيس امبروفمنت. بزنس امبروفمنت يعني تطوير العمليه الداخليه او تطوير عمليات داخل الشركه. تمام. من ضمن تطوير العمليات داخل الشركه انك هتبتدي تشتغل في كل الاكتيفيتيز اللي موجوده داخل الشركه، هتبتدي تشتغل في المنتج كمواد خام، هتشتغل في الماكينات نفسها وتحاول تشوف ايه المشاكل اللي فيها تصلحها. هذا نعمل امبروفمنت، تحسين للعمليه بحيث ان احنا نوصل لاعلى كفاءه ممكنه ونوصل لاي هدف، لهدف اي شركه في الدنيا. حاجتين قلنا الافكتفنس والافشنسي، بيبقى انت بتقلل الفاقد وفي نفس الوقت بتعمل افكتفنس، بتحقق الهدف بتاعك بشكل ايه فعال. تمام. طيب قبل ما نتكلم كده نعرف ان في حاجه اسمها فاليو ادد. فاليو ادد يعني ايه؟ كل حد في الدنيا او كل شركه في الدنيا او كل مصنع في الدنيا ليه هدف اساسي، هو يعمل فاليو ادد لمين؟ الفاليو ادد للفاينل كاستمر، للمستهلك النهائي، الراجل اللي هياخد منك. انت ليه بتصنع؟ عشان في مستهلك هيستخدم هذه البضاعه. اللي بيعمل موبايل بيعمل موبايل عشان خاطر في واحد هيشتري. اللي بيصنع سياره بيصنع سياره عشان في واحد هيركبها. فانت لازم يكون عندك اولا في فئه مستهدفه، تارجتد كاستمرز، ناس انت بتشتغل عليهم. ثانيا بتحدد، تحاول تادد فاليو تو ذيس كاستمرز. لو انت مش هتاد فاليو معناته ان انت مش هتبيع المنتج. فبقى هدف اي كيان في الدنيا ان المنتج بتاعه يحقق فيه حاجه اسمها الادد ايه؟ فاليو. طب الفاليو قلنا ايه؟ قلنا هي قيمه، اي قيمه يحصل عليها المنتج المستهلك. قد تكون تعمل انهانسمنت للمنتج نفسه، تطوره بشكل معين، تحط فيه ميزه. يعني تيجي تبص تلاقي مثلا كل اصدار جديد في 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 الموبايل في جالاكسي او ابل او ايفون، ايه اللي بيكون فيه؟ لازم اقول لك يديك حاجه كده، لك خلي بالك ده احنا حطينا ميزه جديده. الميزه الجديده دي هي الفاليو ادد، هي الاضافه اللي انا هديها لك كمستهلك. انت ليه معاك موبايل جالاكسي اس 4 مثلا وهتروح تاخد اس 5، او هتجيب موبايل هتجيب ايفون 6 مثلا؟ انت ايه الفكره؟ انت هنا بتدور على فاليو معينه، هل الفاليو موجوده هنا ولا هنا ولا هنا؟ يبقى انت عشان خاطر في النهايه تحصل على الحاجه اللي هتضيف لك انت قيمه كمستهلك، يبقى كل شركه في الدنيا بتدور انها تضيف فاليو للمستهلك بتاعها النهائي. ما هو مش ممكن تكون حاطه منتج ملوش اي قيمه، مش هيتباع ولا هيضيف فاليو. طب الفاليو اكتيفيتيز بقى، الانشطه اللي بتحقق هذه الفاليو بنسميها ايه؟ الكولكتيف اكتيفيتيز بيرفورمد باي اورجانيزيشنز ان ا جيفن اندستري from the processing from materials. من مرحلة ان انت تعمل تشغيل، نخلي بالنا هنا processing from materials، من مرحلة التشغيل الرو ماتيريالز لحد ما نوصل يبقى عندك منتج فاينل ايه برودكت، لحد ما يوصل يكون في معانا فاينل برودكت. ده اسمه الفاليو اكتيفيتيز. طبعا احنا عندنا حاجة اسمها كوست درايفر. في وسط الحاجات دي الكوست درايفر كان فيه ان هو اي مسبب تكلفة، اي مسبب تكلفة هو ان از اني فاكتور ذات كوزز ا تشينج ان ذا كوست اوف اي اكتيفيتي. ليه بنتكلم في الكوست درايفر هنا؟ لان كل اكتيفيتي من اللي فوق ليه تكلفه.
فكل نشاط انت هتعمله داخل الشركه لازم تكون مراعي او واخد بالك من التكلفه بتاعتك. السبلاي تشين قلنا هي جزء من البيزنس بروسيس امبروفمنت، وهي انك تبتدي تدرس الايه الاكستندد نتورك الخاصه بالسبلايرز الديستريبيوترز ترانسبورترز تمام الاستورج فاسيليتي المخزون السبلاي بعد ما تخلص المنتج، يعني انت بعد ما المنتج يكون منتج نهائي فعندك استورج تخزين فده بيدخل في السبلاي تشين. السبلايرز الموردين زي ما قلنا بارتيسيبيت ان ذا برودكشن، الديزاين السيلز الدليفري اند يوز اوف ايه كومبانيز برودكت اور سيرفيس، كل دي بتدخل في مرحله السبلاي تشين. الفاليو تشين الفاليو اكتيفيتيز والفاليو تشين يعتبر مصطلحين تقريبا يعني يعتبروا تعريفين مصطلحين قريبين جدا من بعض. هنا الديسكرايب الفاليو اكتيفيتيز هي مجموعه الانشطه المتكامله اللي بتحقق هدف الشركه من التشغيل للمنتج النهائي. الفاليو تشين هي سلسله مترابطه، هنا اصبحت ان مش بس الانشطه اللي موجوده ده انا بحطها في ايه في سلسله مترابطه، اذا سيستم اوف انترديبندنت ايه اكتيفيتيز بقى كله متعلق ببعض مرتبط ببعض. ايتش اوف ويتش انتندد تو اد فاليو تو ذا فاينل برودكت اور سيرفيس، هي نفس الاكتيفيتيز دي بس هنا في التشين بحطها في سلسله بقى ببدا اربط الاكتيفيتيز دي او ببعضها البعض. تمام، هنا نشوف كده عندي في يعني شكل من اشكال الفاليو تشين، ان هنا عندنا بدانا لو بنتكلم في مانيفاكتشر انفايرمنت فانا عندي برودكت ديزاين اول حاجه ببدا بيها، بس خلي بالنا هنا في مرحله هنا في مرحله هنا مش موجوده في الرسمه اللي قدامنا. المرحله دي هي المرحله اللي احنا بنبدا بيها في البادجت اللي احنا كلمنا فيها السيلز. السيلز يعني ايه؟ هو طبعا هنا مش ما ينفعش نقول هنا سيلز، احنا بنتكلم في اكتيفيتيز، فالسيلز مش اكتيفيتي تامه. السيلز ده الاول انت بتعمل قبل ما تعمل السيلز عشان يتحقق كاخر مرحله، تمام، هو لازم يبدا قبل في بدايه السلسله خالص التشين بتاعنا بحاجه اسمها ايه فوركاستنج ديماند فوركاستنج. لما نقول ديماند فوركاستنج بيشمل في ان انت بتحصل على فيدباك فروم ايه كاستمرز، فيدباك فروم كاستمرز وتبدا تشتغل عليها. يبقى انت لما قالوا نقول برودكت ديزاين لازم يكون عندك فيدباك من الايه من الكاستمرز، انت الناس دي انت هتعمل الديزاين بتاعك على اي اساس؟ احتياجات الناس دي عايزه ايه؟ ايه الميزه اللي ممكن احطها فيها هتضيف لهم قيمه فهم محتاجينها تشتغل عليها؟ يبقى اذا هي في الرسم البرودكت ديزاين، وده صحيح ان انت هتبدا فعلا البروسيسنج بتاعك بالبرودكت ديزاين، بس لازم هيبدا البرودكت ديزاين مجموعه من الاكتيفيتيز ان انت تبدا تعمل حاجه اسمها ريسيرش اند ديفلوبمنت، هتبدا تاخد فيدباك من السوق من الماركت عشان تقدر تشوف ايه المزايا اللي ممكن تحطها في المنتج بتاعك وايه وتميزه وتحقق له الرواج اللي انت بتدور عليه. فيبقى انت البرودكت ديزاين، بعدين الاكوزيشن اوف ماتيريالز تحصل على المواد الخام اللي انت محتاجها في البرودكت اللي عشان تصنع المنتج ده، بعدين تبدا مرحله التصنيع تدخل المواد الخام في المانوفاكشرنج، خلصت التصنيع بقى عندك منتج نهائي تعمل له وير هاوسنج تحطه في المخازن، وبعدين تبدا تعمل ديستريبيوشن توزيع، بعدين ماركتنج اند سيلز انت بتسوق للمنتج بتاعك وتبيع، بعدين كاستمر سيرفيس، ومن الكاستمر سيرفيس ندخل في المرحله الثانيه اللي هي الريسيرش اند ديفلوبمنت ونعمل فيدباك عشان نوصل للبرودكت ايه ديزاين لو احنا هنطور فيه ونبدا نضيف له مزايا ايه جديده. اتكلمنا في الموبايل ان كان في موبايل بزراير، بعد كده موبايل بقى تاتش، بعدين بقى فيها كل مره كل اصدار من الموبايلات بيكون في حاجه جديده ميزه جديده. ليه بيضيفوا الميزه الجديده؟ بيشوف يبدا يعمل استطلاع راي الناس، انت ايه محتاج ايه؟ طب انت شايف الميزه اللي كانت موجوده اول ضايفه لك قيمه، طب نستبعدها، طب نضيف حاجه جديده. كان الاول في كاميرا، ما كانش فيه ولا كاميرات في الموبايل، بعدين ضافوا كاميرا، بعدين بقت كاميرا خلفيه وكاميرا اماميه. لو بصينا في المايكروسوفت اكسل او مايكروسوفت اوفيس هنلاقي ان كان في الاول اصدار 97 بدات الناس استصعبت الموضوع شويه، والمنيوز وما المنيوز الموضوع بقى تطور، بقى انت بتتعامل مع فيجوال حاجه مرئيه كده زراير وعامل لك ايقونات، في الموضوع بدا يتطور، بدا يسهل عليك كتير جدا في العمل على بدا يعمل لك قوالب جاهزه في الاكسل والوور. يعني كل ديت ايه كل التطور اللي بيحصل ده بيحصل نتيجه ان انت بيبقى عندك ريسيرش اند ديفلوبمنت، وفي عمليه مستمره هي اسمها ايه كونتينوس تشين، هي سلسله مستمره او كونتينوس سايكل، هي دايره مستمره بتصنع تبدا تشوف راي تبيع المنتج، تبدا تستطلع راي الناس، تبدا تعمل برودكت ديزاين وهكذا. دي كده الفاليو تشين. طب لو حبينا نتكلم عن الفاليو تشين اناليسيس هنبدا نحلل الفاليو تشين، هنبدا نحلل كل سلاسل كل الاكتيفيتيز اللي احنا بنتكلم فيها. فبقول اذا استراتيجيك اناليسيس تول اورجانيزيشنز يوز
to assess the importance of their customers' value A perceptions. احنا قلنا اننا في النهاية خالص كراجل في شركة بدور على added value. فانا ببتدي احلل الفاليو تشين بتاعتي، بحلل الكاستمرز، بشوف مدى استقبال الناس او العميل بتاعي للفاليو بتاعه المنتج بتاعتي، هل هو راضي عنها، هل هو مش راضي عنها. بستخدم في سبيل ذلك ايه مجموعه من الادوات التحليليه اللي نقدر نستخدمها في عمل هذا التقييم. لازم وانا بعمل التحليل ده بعرف الكرنت كوست. انا عندي حاجتين بشتغل عليهم، الكرنت كوست والبرفورمانس ميجر، التكاليف بتاعتي، وعندي مقاييس بتقيس الاداء بتاعي. تكلفه، احنا قلنا مش كل اكتيفيتي موجود في الفاليو ادد في الفاليو تشين ليه تكلفه، فلازم اشوف الكرنت كوستس بتاعها تكلفتها عامله ايه عليا، ويبقى عندي مقياس برفورمانس ميجر اشتغل عليه. الهدف هنا في النهايه ايه؟ في النهايه خالص ان انا عاوز اقلل التكلفه وازود البرفورمانس تو انكريز كاستمر فاليو، عشان في النهايه اوصل لمرحله ان الكاستمر فاليو كان بينكريز، ازود الايه القيمه اللي بيحصل عليها المستهلك النهائي. تمام. طيب الستبس ان فاليو تشين اناليسيس، لو حبينا نتعرف على الستبس ان فاليو تشين اناليسيس، مبدئيا الهدف من التحليل ايه؟ الهدف من التحليل ان احنا عايزين نتعرف على الانشطه او البرودكتس او البارتس اللي في البروسيس اللي بتو اد فاليو تو ذا ايه؟ ذا اند كاستمر او الفاينل كاستمر. تمام. طيب هت اد فاليو تو ذا اند كاستمر عن طريق ايه؟ عن طريق انها لازم نتيجه الاضافه دي، الفاليو اللي هتضيفها هيكون بتؤثر او بتدعم الايه؟ الفيرمس كومبيتيتيف ادفانتج. ما انت لما تضيف فاليو للكاستمر يبقى انت بتخلق او بتعمل ميزه تنافسيه للشركه، وبتعمل دعم لاستراتيجيه الشركه. تمام. يبقى انت بتركز من خلال الفاليو تشين اناليسيس للانشطه اللي بتؤد فاليو، عشان في النهايه تكون بتقدر نتيجه هذه الانشطه اللي هتؤد فاليو تقدر تحدد الانشطه اللي بتسبورت ذا كومبيتيتيف استراتيجي والكومبيتيتيف ايه ادفانتج اوف ذا ايه اوف ذا كومباني. تمام. طيب هل ينفع بقى اعمل تحليل استراتيجي؟ احنا لما اتكلمنا في التحليل الاستراتيجي في سيكشن بي قلنا ان انت بتعمل في حاجه اسمها internal and external analysis for environment. تبدا تجيب البيئه من اول راس الهرم لحد ما توصل لايه؟ لاصغر جزء داخل الايه الشركه. تحليل، شوف كل العوامل اللي ممكن تاثر في الشركه، الحاجات اللي ممكن، الفرص opportunities، الثريتس اللي ممكن تطلع الشركه، تدرس الشركه ككل. فانا ما ينفعش ان انا لما اجي اعمل تحليل للفاليو ان انا اعملها في راس الهرم بس، او اخد المنظمه بشكل كامل كده من بره، او اخد بزنس لاين بس. انا محتاج ادرس اتش كورنر ان ذا كومباني عشان اقدر احدد الفاليو تشين ايه، اعمل الفاليو تشين اناليسيس بتاعي. يبقى ثيوريتيكالي كومبيتيتيف ادفانتج اند كومبيتيتيف استراتيجي كانوت بي اكزامايند مينينجفولي ات ذا اورجانيزيشنال ليفل as a whole or even at the business unit level. ما ينفعش. تمام. طب امال هو عامل لي ايه؟ قال لي الفاليو تشين اناليسيس بيقسم لي الشركه الى مجموعه من الديستينكت استراتيجيك اكتيفيتيز، مجموعه من الانشطه الاستراتيجيه اللي هي المستقله بذاتها. تمام. طب نتيجه ان عندك مجموعه انشطه استراتيجيه مستقله بذاتها نقدر ان احنا نشتغل على كل نشاط ونبدا نحدد نوصل للهدفين اللي احنا اتكلمنا فيه، ايه هي الكاستمرز اللي هيأد فالي تو كاستمرز، وان احنا نخفض الايه التكلفه. نأد فالي تو كاستمرز يبقى انا بحدد البروفيتابيلتي ايه؟ السورس اوف بروفيتابيلتي. نتيجه ان في فاليو بتضاف يبقى العميل هيشتري المنتج، يبقى انت هتحقق ربحيه. طب احنا عايزين نحقق ربحيه، ده اسمه الافكتفنس. في النهايه عايزين نحقق ربحيه في وجود انخفاض او في سيطره على موارد الشركه، يبقى الافشنسي نتيجه ان احنا هنعمل كنترول او اندرستاند ذا كوست اوف ايه اوف الليج اكتيفز اند بروسيسز. تمام. في النهايه بنشتغل بحاجه اسمها فريم ورك. اي كيان في الدنيا، اي مجموعه رولز في الدنيا، اي نشاط في الدنيا ليه فريم ورك، ليه اطار كده بيتحرك من خلاله، مجموعه من الرولز. تمام. مجموعه من البوليسيز بتتحرك من خلالها، مجموعه من تنظيم العلاقات. لازم الفريم ورك بينظم العلاقات، هتعمل الموضوع ده ازاي، هتجمع معلوماتك ازاي، وبعد ما تخلص تجمع معلوماتك وتعمل تحليلك، في النهايه بتعمل حاجه اسمها سمرايزنج ايه فايندنجز اند ريكومنديشنز. تبتدي تقول لي خلي بالك انا لما عملت التحليل اللي هو الاناليسيس ده، ادي يا عم المقترحات بتاعتي، ادي
ملخص الموضوع ايه الانشطه اللي احنا هنشتغل عليها ونعملها انهانسمنت، في انشطه نون ادد فاليو فاحنا هنعملها اليمينيشن وهكذا. تمام. طيب نشوف بقى الستبس، نشوف الستبس بتاعتنا. اول حاجه في الستبس بنعمل حاجه اسمها انترنال كوست اناليسيس، يعني بتحلل التكلفه الداخلي داخل الايه الشركه. طب عشان نحدد الانترنال كوست اناليسيس يبقى انت اول حاجه تبدا تمسك اول حاجه ايدنتيفاي ذا فيرمز فاليو كرييتنج بروسيسز، تحدد الانشطه اللي بتادفل اللي بتخلق فاليو او بتضيف فاليو. تاني حاجه بتحدد البورشن of the total cost of the product or service attributable to each value creating process. يبقى انت حددت الاول الانشطه اللي بتاد فاليو، بعدين بتحدد التكاليف احنا قلنا الريليتيف كوستس. تمام. بعدين بتحدد مسبب التكلفه ده، هي النشاط ده ليه تكلفه اه بس سببها ايه، سبب التكلفه دي ايه، هل هو مثلا تشغيل الات زي ما احنا كان في الكوست درايفرز وتوسعنا فيه. يبقى انت بتحدد بتشوف سبب مسبب التكلفه بتاعك الكوست درايفر، بعدين بتحدد انت عندك ايه، انت بتحدد كده كل نشاط. احنا قلنا ان في النهايه ان الفاليو ادد اكتيفيتيز هي مجموعه من الانتر ديبندنت ايه اكتيفيتيز. يبقى انت بتحدد اللينك، هو بترتبط البروسيس دي بترتبط مع بعضها ازاي، ايه اللي بيؤثر، ايه النشاط اللي بيؤثر في النشاط الثاني. وفي الاخر خالص evaluate opportunities to ايه for achieving relative cost advantages. احنا محتاجين نخفض التكلفه، تحددت الانشطه، حددت الريليتيف كوست، حددت مسبب التكلفه بتاعها، حددت العلاقات ما بينها. عايزين بقى نشتغل نحاول نقلل التكلفه، ايه الفرص ان احنا نخفض التكاليف دي. يبقى دي اول حاجه، اول مرحله تحدد تكلفه. تمام. ثاني مرحله احنا قلنا عندي حاجتين عشان بس مركزين فيهم، سورس اوف بروفيتابيليتي والحاجه الثانيه اللي هي الكوست. السورس اوف بروفيتابيليتي يعني ديفرنتيشن، يعني ميزه، يعني كاستمر فاليو. حلو. يبقى انت والريديوس كوست، الريديوس كوست اللي احنا عملناه اول مرحله انترنال كوست اناليسيس. ثاني حاجه هنعمل حاجه اسمها انترنال ديفرنتيشن اناليسيس، تعالى حلل لي الطرف الثاني من طرفي المعادله اللي هو الادد فاليو بتاعنا او الكاستمر فاليو. عايزين نشوف بقى الانترنال ديفرنتيشن، احنا عايزين نشوف ايه هي هنضيف هنزود الكاستمر فاليو ازاي. تمام. هنبدا اول مرحله ان انا برضو هتعرف على اي كيان، اي تحليل في الدنيا لازم تتعرف على الكرنت ستيت. حتى لما كنا في التحليل الاستراتيجي انت لازم تعرف الكرنت ستيت بتاعك انت ايه، زي الستيب 1 اللي هي انترنال كوست اناليسيس عرفنا الكرنت كوست. لما نيجي في الانترنال ديفرنتيشن اناليسيس هنعرف الكرنت ستيت اوف ايه of value creating processes، ايه هي الانشطه او الموجوده حاليا بنمتلكها اللي بتضيف قيمه للعميل حتى اشتغل عليها. تاني حاجه ابدا اقول لا انا ممكن اميز، اعمل ديفرنتيشن للايه للانشطه دي. يبقى ايفالويت ديفرنتيشن استراتيجيز فور انهانسينج كاستمر ايه، عايزين نزود القيمه، عايزين نشوف اللي بندرس احتياجات العميل رغباته ايه في المنتج وايه الامكانيات بتاعتنا في تطوير استراتيجيات لتلبيه هذه الاحتياجات. تمام. واخر حاجه ديترماين ذا بيست سستينبل ديفرنتيشن استراتيجيز، انت بتحدد الفرص وبعدين بتقول ايه خلي بالنا في فرص كتير اهي او ممكن نضيف اكتر من استراتيجيات بديله، بنحدد افضل استراتيجيه ممكن نشتغل عليها. يبقى اول مرحله انترنال كوست اناليسيس، بعدين ثاني مرحله انترنال ديفرنتيشن اناليسيس، بعدين نبدا ناخد ايه، احنا حددنا داخليا الكوست والديفرنتيشن، نبدا ناخد الايه الصناعه كلها. وفي المرحله دي انا باخد المرحلتين الاولى والثانيه، المرحله الثالثه اللي هي الفيرتيكال لينكج اناليسيس، باخد المرحلتين الاولى والثانيه بس ببتدي اشتغل على الايه على الصناعه ككل. انا هنا في الانترنال كوست اناليسيس بشتغل على الشركه، الانترنال ديفرنتيشن اناليسيس بشتغل على الشركه من الداخل، لما بعمل فيرتيكال لينكج اناليسيس بربط الواحد واثنين بالصناعه، ابدا اشوف انا فين من الصناعه، ابدا اشوف انا فين من الصناعه. تمام. ببدا احدد ايدنتيفاي ذا اندستريز فاليو تشين اند اساين كوست، تحدد ايه هي بقى السلسله اللي بتضيف قيمه للصناعه. تمام. والتكاليف بتاعتها وايرادات وما الى ذلك، بعدين بتحدد مسببات التكلفه الخاصه بالصناعه، وبرضه بتعمل انهانسمنت او ايفالويت ايه الانترنال ديفرنتيشن اوبورتيتيز سستينبل كومبيتيتيف ادفانتج، ان انت تبدا ايه ده بالنسبه للخطوه الثانيه ان انت تبدا تطور تشوف ايه الفرص اللي موجوده في الصناعه اللي بتبتدي تؤثر في عمليه الايه الديفرنتيشن والايه سستينبل كومبيتيتيف ايه ادفانتج. يبقى احنا لما نيجي نتكلم عن فاليو تشين قلنا ثلاث خطوات، الخطوه الاولى والثانيه
تحلل الانترنال كوست والانترنال ديفرينتيشن اناليسيس. الخطوه الثالثه بتعمل فيرتيكال لينكج اناليسيس، انت بتربط الاثنين دول بالصناعه، تعمل ربط راسي تمام افق راسي عفوا بالايه بالصناعه ككل، اعمل ربط وشوف وابدا حلل التكاليف الانشطه اللي موجوده الفاليو ادد الكريتيف اكتيفيتيز في داخل الصناعه بتكاليفها بايراداتها بمسببات التكلفه وما الى ذلك، وفي نفس الوقت برضو ادرس الفرص بتاعه الديفرنتيشن والكومبيتيتيف ادفانتج واستراتيجيات البديل اللي ممكن انت تطبقها. تمام. لما يجي نتكلم بقى مين اللي بيحدد الكواليتي، الفاليو ادد كونسبتس اند كواليتي، مين اللي بيحدد الكواليتي بناء على الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي؟ اكيد الفاينل كاستمر. احنا قلنا ان النهارده الكواليتي او الفاليو ادد بيكون في نظر الايه الفاينل كاستمر، بس هل هو ultimately هو المسؤول عن الموضوع ده؟ قال لك مش ultimately ولا حاجة، لأن في النهاية المنتج المستهلك ممكن تحصل تطورات تكنولوجية أسرع من تطور المستهلك. يعني إحنا مثلا في مرحلة من المراحل كان في ناس تقول لك هيبقى في كاميرا، هتكلم الموبايلات بكاميرا، هتشوف اللي بتتكلمه على بعد أميال. ده أسمى جيش ما خطرش في ذهني إيه؟ مستهلك. فيش واحد قاعد يعني هو كان أقصى مثلا الأمان إن أنت ممكن تتكلم واحد تسمع صوته بيكون على بعد أميال. فتطور الموضوع، لا أنت بتشوف التلفزيون. فهل الموضوع هيتطور لفكرة إن أنت يبقى عندك تتكلمه وتشوفه صوته وصورة؟ تشوفه صوت يعني أنت شايف صورته، شايفه حتى لو بعد 10,000 ميل 10,000 كيلو منك بتكلمه وتشوفه بيشوفك. ما ده تطور لم يخطر، يعني ما خطرش في ذهن المستهلك. يعني إحنا أنت بنتكلم نخفض تكلفة الاتصال شوية بدل ما يبقى تكلفة غالية، نقدر بقى في برامج نت ان انت تتكلم على فري، لكن كمان تشوف يشوفك دي تطور. فبس مش على حسب المستهلك ultimately بيحدد الكواليتي، لا الموضوع بيخضع لبعض الحاجات خارج رغبات المستهلك اللي ممكن تكون ما جاتش في ذهنه، زي البرودكت انوفيشن والماركت تشينجز، ان هو المنتج نفسه بيحصل عليه ابتكارات واكتشافات وتطوير واختراع. كل دوت ممكن يكون المستهلك العادي ما جاش في باله لسه. الماركت تشينجز السوق، نتيجه تنافس السوق الحد ما بين المنتجين، فكل واحد بيرمي اللي عنده بقى. فالماركت تشينجز والتغيرات دي كل واحد بيطلع اقصى تكنولوجيا، بيحاول يحصل على اعلى ايه تكنولوجيا، فده برضه يؤدي اللي هو يحدث النهايه الايه. يعني مش المستهلك اللي بيحدد الايه التيميت، اللي بيحدد الكواليتي، الكواليتي بيتحدد بالبرودكت انوفيشن والماركت تشينجز. تمام. عندنا حاجه اسمها الانترنال اند اكسترنال كاستمرز. يعني ايه انترنال اند اكسترنال كاستمرز؟ احنا لما نيجي نتكلم في الفاليو ادد اكتيفيتيز، احنا بنعتبر كل اللي موجود داخل الشركه، داخل الاكتيفيتيز دي، بنعتبره ايه كاستمر، عميل. حتى لو داخل هو موظف وشغال، اسمه انترنال كاستمر وانترنال سبلاير. في موظف بيقوم بعمليه، ده اسمه انترنال ايه سبلاير، خلص العمليه دي وداها لموظف تاني يبقى اسمه انتريال سبلاير، بياخد منه الموظف التاني الانترنال ايه كاستمر، يبقى بيسلمه لبعض. الانترنال كاستمر ممكن يكون موظف، ممكن يكون ديبارتمنت. تمام. الاكسترنال كاستمر هو الايه اي اني ايه outside air parties، اللي هي السبلاير، الديستريبيوترز، الناس اللي شغاله في الماركتنج. تمام. فبقول هنا الانترنال كاستمرز ان امبلوي ديبارتمنت بزنس يونت ذات ريسيفز ان اوتبوت ان ذا فورم اوف انفورميشن برودكت اور سيرفيس فروم انذر اي امبلوي ديبارتمنت اور سيرفيس ايفن ذا نيكست بيرسون ان ا ورك بروسيس از ان انترنال كاستمر. يبقى انا عندي الكاستمر بياخد من كاستمر، internal customer بياخد من internal supplier. تمام. طيب الاكسترنال كاستمر قلنا هو any person a of entity or entity outside the of the organization be receive information product service. generally external customers are thought of as being end users outside the organization. هما يعني بنعتبرهم اللي هما الاند يوزر. خلي بالنا هنا ان مش شرط يكون هو الاكسترنال كاستمر، عفوا هو الاند يوزر، هو الاند يوزر هو المستهلك النهائي، هو الديستريبيوتر اللي هياخد في النهايه، بتوصل انها تبقى في الاند يوزر. تمام. طيب
شركة أي منظمة في الدنيا بتطمح إنها إيه؟ أو بتجاهد من أجل الكواليتي اللي إحنا بنتكلم فيه، كواليتي برفورمانس. فكل واحد داخل الشركة عنده مسؤولية إيه؟ إنه يساهم، عنده رول أو دور بيساهم في خلق هذه الجودة، ويساهم في إيه؟ إنه يضيف قيمة في العمليات من أجل إن إحنا نضيف قيمة للمستهلك يعني. تمام؟ السبلايرز ليهم دور، يعني انت تكون انت بتاخد مواد خام، المواد الخام دي كلما كانت جودتها عاليه كلما كانت هتقلل الهالك بتاعك، كلما انت كمان ساعدتك في ان انت تضيف قيمه للمستهلك النهائي. ان اورجانيزيشن ستارتس، نقطه البدايه بقى في تحليل الفاليو تشين دي، احنا قلنا الكاستمر نيدز الشكل اللي شفناه، قلنا هي بدات بالبرودكت ديزاين، ولكن قبل البرودكت ديزاين انا هعمل بناء البرودكت ديزاين على ايه؟ على ريسيرش اند ديفلوبمنت، على كاستمرز فيدباك، شوف العملاء عايزين ايه في المنتج احطه. يبقى انا بدايه النقطه الستارتنج بوينت بتاعتي هي الاكسترنال كاستمر ده، شوف احتياجاته ايه. تمام؟ انت اللي عامل تحليل استراتيجي. ننتقل بعد كده من الاكسترنال كاستمر الى الانترنال كاستمر ايه؟ سبلاير. نبدا نشوف العلاقه ما بين الايه اللي احنا كنا فيهم الانترنال كاستمر سبلايرز، ونبدا نشوف الفلو بتاع البروسيس بتاعه هيبقى عامل ازاي. ماشي؟ وفي النهايه انا عندي بقى الانترنال كاستمر سبلاير، في عندي اكسترنال سبلاير، قلنا هو سبلايرز، فانا عندي كمان اكسترنال سبلاير اللي هو هيجيب لي الايه المواد الخام بتاعتي واحتياجاتي في العمليه الانتاجيه. التشين اوف اوبريشنز بروديوسز ذا فاينل برودكت، كل دي عمليات سلسله من العمليات، واحنا قلنا الهدف منها اتش اوف ويتش انتندد تو اد فاليو ذا فاينل ايه كاستمر. The external customer is best served when every internal customer and suppliers receive what they need along with the chain. كل واحد بياخد اللي هو عايزه في التوقيت اللي هو عايزه في خلال السلسلة اللي موجودة. مهمة جدا النقطة دي، مهمة جدا. The concept of value added refers to activities that convert resources into product and services consistent with external customer requirements. external customer. وفي النهاية الموضوع كله انت بتعمل المنتج بتاعك الاكتيفيتيز السيرفيس البرودكت لازم يكون بيتماشى ويتلائم مع احتياجات المستهلك. نرجع للنقطة اللي قلنا فيها اتكلمنا فيها ان مش الكاستمر بس هو اللي بيحدد الفاينل ايه كواليتي، ده البرودكت انوفيشن ده سؤال امتحان، والكاستمر تشينج ده سؤال امتحان، مش المستهلك بس اللي بيحدد الكاستمر. لازم كله يتماشى والريكويرمنت وذا فاينل ايه وذا كاستمر نيدز، بس مش هو بس اللي متحكم في الكواليتي، الكواليتي بتخضع لبعض المتغيرات او لبعض افكتد باي سام ايه انفين سام فاريبلز وبعض المتغيرات. وقلنا ان هنا ممكن تكون البرودكت انوفيشن نفسه متغير بشكل سريع، الماركت تشينج متغير بشكل سريع. تمام؟ في نقطه كمان حاجه اسمها النون فاليو ادد اكتيفيتيز، احنا قلنا وانت بتعمل value chain analysis non value added activities لازم يحصل لها حاجه اسمها elimination، بس لما تعمل elimination لان activities لازم تتاكد انها مش هتبوظ، مش هتاثر بالسلب على المنتج النهائي، مش هتاثر بالسلب على الخدمه، مش هتفقد المنتج الميزه بتاعته. تمام؟ طيب زي ايه non value added activities؟ زي حاجه اسمها activities ده سؤال امتحان برضه، activities related to material movement rework would most likely be non added. خلي بالك حركه المواد ده مش فاليو، مش اكتيفيتي بي، انت لما تشيل الماده الخام من هنا تحطها هنا، هل دي فاليو؟ لا تضيف اي فاليو، تجيبها من الشمال لليمين مفيش فاليو، تنقلها من مكان لمكان، تجيب الماتيريال موفمنتس ملهاش اي نون ادد فاليو اكتيفيتيز. الريورك، خلصت المنتج وعايز تعمل له اضاءه تشغله مره ثانيه، في كميه هالك بتدخلها عشان تغطي العيوب اللي فيه، هل الريورك اللي هيدخل فيه عمليه الفاليو از نون فاليو ادد؟ ده سؤال امتحان. تمام؟ طيب البروسيس اناليسيس، احنا كده اتكلمنا في الفاليو للتشين الفاليو اكتيفيتيز والفاليو تشين وتحليل الفاليو اناليسيس والخطوات بتاعت الفاليو اناليسيس، وعرفنا الانترنال اند اكسترنال كاستمر، وقلنا في النهايه انا بشتغل في في ضوء الكاستمر ريكويرمنت. طيب ننتقل لنقطه حاجه اسمها البروسيس اناليسيس،
تمام. البروسيس اناليز اكتيفيتي اور جروب اوف انترليتد اكتيفيتيز ذات تيكس ان انبوت اوف ماتيريالز اند ريسورسز ادد فاليو تو ات اند بروفايدز ان اوتبوت تو انترنال او اكسترنال كاستمرز. يبقى دي البروسيس نفسها. نخلي بالنا لما اتكلمنا في التشين اناليسيس الفاليو تشين اناليسيس او الفاليو اكتيفيتيز هي مجموعه الاكتيفيتيز كلها اللي في النهايه باخد منها المنتج النهائي. باخد منها المنتج النهائي. البروسيس هنا هي مجموعه من البروسيسز برضه تاخدها, تاخد مجموعه من الاكتيفيتي تدخلها او جروب بتدخل تعملها بروسيسنج تسلمها الانترنال او الاكسترنال. كل من كل عمليه من دول بقى يعني خلصت مرحله وسلمت مرحله ثانيه اسمها بروسيس, مجموعه من البروسيسز لحد ما توصل لاخر بروسيس في العمليه اللي هي الانترنال ايه او اللي هو الاكسترنال كاستمر. تمام. البروسيس اوفن سبانز سيفرال ديبارتمنتال يونتس ساتش از اكاونتنج سيلز برودكشن اند سيشن. تخلي بالنا هنا ان انت في منتج يدخل شويه في البرودكشن, جوه البرودكشن في مجموعه من البروسيسز او مجموعه من العمليات من الاكتيفيتيز دي كلها اسمها بروسيس داخل ايه البرودكشن. خلص البرودكشن دخل في مرحله الايه الفينشنج التشطيب التغليف دي كلها اسمها بروسيس. دخل في مجموعه في قبل ما يمشي ويتحرك بتدخل الاكاونتنج ديبارتمنت مش المنتج نفسه, اوراق المنتج يدخل يعمل له بروسيسنج مفوتره وما الى ذلك. يبقى دي كده بروسيس خاصه هي مرحله من مراحل. انت مش هتبيع المنتج لما تعمل فاتوره, فدي مرحله. الشيبنج ان انت المنتج اتاخد في الشيبنج ديبارتمنت بتحجز اوراق الشحن بتاعه وبوالص الشحن وبتتفق مع شركات السفن وما الى ذلك. دي كلها تبقى كده بروسيس. كل عمليه من دول لوحدها كده مستقله بذاتها اسمها بروسيس. خلصت في خلصنا في في البرودكشن دخلنا المنتج الفينيشنج دخلنا المنتج الشيبنج كل مرحله اسمها بروسيس. تمام. بروسيس اناليسيس نفس الفكره اللي كنا فيها فاليو تشين اناليسيس, هي ان انت هتعمل كولكشن اوف اناليتيك ميثودز ذات كان بي يوزد تو اكزامين اند ميجر ايه ذا بيزك اليمنتس اوف البروسيس اوف تو ايه. بنشوف العمليات العناصر الاساسيه اللي تخلي الايه العمليه تبتدي تشتغل بالشكل الايه المطلوب. تمام. عندي ثلاث اربع حاجات في البروسيس كاركترستكس خصائص العمليه تبقى عامله ازاي. ثلاثه اعتقد ان هم ثلاثه. تمام. ثلاث حاجات. اول حاجه الافكتيفنس فعليه, كلمه فيها كتير قوي. فعليه يعني انك تحقق الهدف المطلوب. حطيت كميه انتاج 100000 وحده تنتج 100000 وحده سهله مفيش اي حاجه. Process is effective when it produces the desired result and meets or exceeds the customer's requirement. انت حددت 100 انتجت 110 يبقى انت كده ايه effectiveness. حددت 100 انتجت 90 يبقى انت مش effectiveness. طبعا احنا بنتكلم في الكميه, ده هنا effectiveness خاص بالكواليتي. يعني انت قلت انت عايز تضيف ميزه معينه, لو انت ضفت الميزه يبقى انت effectiveness. تمام. Customers perceive an effective process being high of A as being high. كلما كنت انت زودت الجودة كلما انت فعلا قدرت انك ايه تحصل على تحقيق الجودة المطلوبة من قبل المستهلك. تمام. Efficiency هتحقق ال 100000 وحدة بس في ظل وجود استهلاك منخفض للانبوتس للمواد الخام, ظل وجود استهلاك منخفض للمواد الخام. يعني المفروض ان انت الاوتبوت بتاعك لو اتكلمنا في الموبايل ان انت هتستخدم لو انت وان اوتبوت مثلا الستاندرد بتاعك ان هو 2 انبوت, فما تجيش تعمله ب 3 انبوت او ب 2.5 انبوت, ده كده يبقى مش افشنسي. عملته ب 2 او اقل من 2 يبقى افشنسي. تمام. البروسيس از افشنت وين ات اتشيفز ريزلت وذ مينيمال ويست اكسبنس اند اير سايكل تايم ات هاز هاي ريشيو اوف اوتبوت. كمان السايكل تايم في الافشنسي او السايكل تايم في الافشنسي, بدل ما تنتج المنتج في الساعه الواحده تنتج 5 وحدات, لا انت ممكن في الساعه الواحده تنتج لي 6 وحدات او 7 وحدات, يبقى انت كده قللت السايكل تايم بتاع المنتج. تمام. الادابتابيلتي يعني التكيف, يعني النهارده حصل تغير طارئ في البيئه في الانفايرمنت لازم يكون البروسيس قادره انها تتكيف مع اي تغير. البروسيس ادابتابل وين ات از فليكسيبل اند كان بي اكتف وكلي تو تشينجينج ريكويرمنتس and or new competition. اي تغيير, نزل منتج جديد
منافس جديد نزل مجموعة من المنتجات اللي ممكن تؤثر على الكومبيتيتيف ادفانتج للشركة، يكون الشركة عندها فليكسبل بروسيسز انها تقدر تتفاعل، تقدر تزود الكواليتي، تقدر تتحول بشكل سريع بحيث انها ايه تتغلب على العامل الجديد اللي تغير في البيئة الايه المحيطة. يبقى ثلاث كاركترستكس اساسية: effectiveness, efficiency and adaptability. دلوقتي احنا عملنا بروسيس اناليسيس، تعرفنا على البروسيس، جينا النهارده اكتشفنا في بعض الخلل في البروسيس، عايزين نطور في البروسيس. فانا عندي اكتر من ديناميكيه، عندي اكتر من طريقه في ان احنا نتحول ونطور في البروسيس. اول حاجه عندي حاجه اسمها بزنس بروسيس انجينيرنج. يعني ايه بزنس بروسيس انجينيرنج؟ يعني ترجمه الحرفيه بتاعتها اعاده هندسه العمليه، يعني اخلص من العمليات كلها وابدا احط لي اساس اشتغل على اساس سليم. تمام. اقول is the fundamental analysis and radical design of business process within and between its enterprises to achieve dramatic improvement in performance. احنا النهارده لما نيجي نعمل تطوير للعمليات داخل الشركه في طريقتين عندي، طريقتين اساسيتين. طبعا ايه؟ اما ان انا اعمل حاجه اسمها كايزن، دي بنسميها continuous improvement، تبدأ تطور، تشوف حتة فيها خلل تعدلها، في جزء في النظام مش بقى زي مثلا زي ما كنا بنتكلم في theory of constraints، جزء في النظام فيه مشكلة، تحاول تعدل المشكلة اللي في النظام، تبدأ تضيف تطور، تبدأ تضيف عملية جديدة، أو تبدأ تضيف مرحلة تقف تقلل السايكل تايم. كل ده دي بنسميها كايزن أو business process improvement. تمام. الحاجه او continuous improvement عفوا. الحاجه الثانيه او المنهجيه الثانيه اسمها اللي احنا بنصر الكلام عنها دلوقتي اللي هي الريانجينيرنج، يعني الغي كل القديم ده وابدا اشتغل من اول وجديد، اعمل لي دراماتيك ايه improvements. احنا مش عايزين بس تغيير طفيف زي continuous improvement، احنا هنا تغيير دراماتيك شامل كامل. حلو. Business process promotes the idea of that sometimes whipping the slate clean and radically redesigning and reorganizing an enterprise is necessary to lower costs and increase the quality of a product or service. انت بدل ما بس تقعد تمسح، بيقولوا كده تقعد تنظف وتحاول يعني تنظف، عفوا لو في شويه مشاكل عندك او في شويه عدم نظافه في جزئيه معانا فتحاول تنظفها. تمام. قال لك لا يعني انت ارغي كل ده، اعمل لي راديكال ديزاين، يعني اعمل على اعاده تصميم من اول وجديد العمليه، اعمل على الترتيب للانتربرايز كله. الهدف من ده كله ايه؟ ان احنا نخفض التكلفه ونزيد، والهدف الثاني ان نزود الكواليتي او السورس بروتوكول بتاعنا. تمام. يبقى الهدف بتاعنا واحنا بنشتغل في الري انجينيرنج برضو هدف بيتمحور حول الهدف الاساسي تخفيض التكلفه وزياده الايه الكواليتي او زياده السورس بروفيتبيليتي او زياده الفاليو ادد اكتيفيتيز. الفاليو ادد ايه؟ ان ذا بيرسبشنز اوف ذا كاستمر. تمام. في بعض التغيير ده اللي بنتكلم عليه ان احنا نعمل التغيير والانجينيرنج والريكوجنايزنج والديزايننج، قال لي بيتصف باربع صفات. الصفه الاولى حاجه اسمها فوندمنتال، هو الاساس بتاعنا بتاع التغيير. ايه الحاجه الثانيه؟ حاجه اسمها راديكال. راديكال ده يعني تغيير بيكون بيجيب التغيير من الجذور، يعني مش بس تغيير سطحي، لا احنا بنتعمق في التغيير لدرجه ان احنا ممكن نشيل نعمل اعاده هندسه للموضوع كله بشكل كامل، دراماتيكي بيشمل كل المؤسسه او كل المنظمه. واخر حاجه بروسيس، بيركز على البروسيس، احنا شغلنا هنا على البروسيس على العمليه. طيب الفوندمنتال قلنا ايه؟ قلنا هو بندفع الناس بشكل اساسي انها تشتغل على التيست رولز، التيست رولز والاسامبشنز الاندرلاينج ذا واي ذا كرنتلي دو بزنس. تعالى يا عمي بيركز على الطريقه، الفوندمنتال هنا ما زي الطريقه او القواعد او الافتراضات الناس ماشيه عليها في ايه؟ في البيزنس والناس شغاله بيها، عايزين نجاوب على سؤالين مهمين جدا. احنا بنعمل ده ليه؟ Why do we do what we do؟ احنا بنعمل ده ليه؟ و why do we do it the way we do it؟ احنا بنعمل ده ليه؟ وليه بنعمله بالطريقة دي؟ سؤالين مهمين. Why do we do what we do؟ السؤال التاني why do we do it the way we do؟
تمام؟ انت بتعمله ليه بالطريقه دي وليه بنعمله اساسا؟ يعني الواحد كل يوم الصبح يجي الراجل يدخل يوم ايه المفروض ان مثلا الرولز بتاعنا ان انت تفتح الماكينه تشغل الماكينه تستنى تبقاش الماكينه السياره المفروض ان انت تفتح السياره تسخن دي بروسيس مثلا بشكل عام يعني ان جنرال قبل ما تطلع بالعربيه تستنى لها 5 دقايق 10 دقايق العربيه تسخن يبقى انت بتعمل ايه انت ايه اللي بتعمله انك بتطلع العربيه تستنى شويه تمشيش طب بتعمل ده ليه عشان نسخن العربيه طب ليه عشان ما نتلفش الماكينه عشان العربيه تاخد راحتها وهي ماشيه تمام دي طب الطريقه الثانيه انت النهارده البروسيس بتاعتك ماشيه ان انت تستلم البضاعه من المخازن بدل ما تدخلها على طول في الانتاج بتمشي على بعض الخطوات بتحدد بتظبط الماكينه اللي هتدخل فيها البروسيسز بتطمن على الماكينه نفسها لا يكون فيها عطل ولا حاجه دي كلها عمال داخل ايه البروسيس طب يبقى السؤال هنا انت بتعمل ده ليه طب بتعمله بالطريقه دي ليه يعني هل في طريقه ثانيه ممكن تعمل بيها افضل هل في طريقه انت بتستلم البضاعه بدل ما تيجي تدخل على الماكينه على طول بتدخلها الاول المستودع وبعدين تقول هصرفها اعمل صرف من المستودع طيب ما ينفعش نتجاوز النقطه دي بنعملها اللي بندخلها للمستودع عشان نعمل كنترول على البضاعه بدل ما نخش نحطها في قسم الانتاج تفضل مرميه ما يكونش لها شغل وهكذا تمام يبقى دي اول حاجه فاندمنتال بنركز على التست رولز والايه والاسامبشنز بتاعت الايه اللي بتضمن الطريقه اللي بنعمل بيها الاعمال ثاني حاجه راديكال قلنا احنا مش بس بنعمل امبروفمنت او تعديل لا احنا بنجيب الموضوع من الجذور من الجذور disregarding existing processes and inventing new ways of doing work بنبتكر ونشوف طرق جديده نعمل بيها الشغل دراماتيك شامل كامل بقول مهم جدا تعبير is not for ايه for faint of heart الموضوع هنا مش ضعاف القلوب انت لما تعمل تغيير لو انت خايف ومش قد ما تعملوش الموضوع هنا عايز ايه يعني بنقول لك يعني احنا مش هنعمل مش هنفرقع بومبا احنا هنفرقع قنبله فانت جاهز للقنبله اللي هتفرقع ولا انت عايز صاروخ صغير كده من بتوع الملاهي is not it should be used when he replaced him is needed to alleviate a dire situation موقف سيء جدا انت عايز فرقعه جامده جدا عشان تغير الموقف ده if you need only slight bump in process improvements there is no need to change لو انت عايز موضوع بسيط كده وتغيير طفيف وشايف ان يعني لا خلاص ماشيه ايه بالطرق الايه التراديشنال الانجينيرنج بتشيل الموضوع كله من الكروب بروسيس قلنا هنا البروسيس اورينتيشن احنا بنركز على البروسيس بنركز على الاكتيفيتيز التشين اكتيفيتيز اللي هي الفاليو تشين اكتيفيتيز السلسله اللي بتضيف ايه قيمه للمنتج للمستثمر او للمستهلك طب قول لي فاندمنتالز اوف بزنس بروسيس انجينيرنج هي بروسيس اورينتيشن امبيشن انت لازم تكون طموح انت بتكسر القواعد زي ما احنا قلنا راديكال احنا مش عفوا كومبانيز ايم فور بريك فور بريك ثرو نوت ماينر امبروفمنت زي ما احنا قلنا رول بريكنج انت هتغير الطرق القديمه اللي انت ماشي عليها وكرييتيف يوز اوف تكنولوجي بتحاول تشوف الوضع الحالي بتاع التكنولوجيا بتاعك وتستفيد وتبتدي تقارنه بالمتاح في السوق تحاول تستفيد من المتاح تمام السايكل بتاعنا في البيزنس بروسيس الانجينيرنج اول حاجه هنحدد البروسيس بتاعنا وهنبدا نعمل ريفيو ابديت واناليسيس نبتدي نشوف نحلل نعرف الكرنت ستيت بتاعها بعدين نعمل ديزاين بعد ما نعمل اعاده هندسه ليها بنعمل ديزاين جديد وبعدين تيست اند امبلمنت نبتدي نشيك على العمليات بقى العمليات الجديده النيو بروسيس ونبدا ايه نطبقها يبقى انت بتحرف البروسيس الحاليه بتايدنتيفاي بريفيو وابديت واناليز بتحلل البروسيسز وتشوف ايه اللي محتاج اعاده تصميم بتبدا تصمم التصميم الجديد تبدا تعمل له امبلمنتيشن وايه وتست طيب ده كده كان بالنسبه للبزنس بروسيس ري انجينير في طريقه ثانيه لما انت عملنا تحليل البروسيس عايزين بقى نبدا نشوف هل احنا كويسين في البروسيس بتاعنا ولا لا هل نعمل اعاده صياغه ولا لا هل نعمل اعاده تصميم ولا لا هل نعمل تطوير ولا لا الا في حاجه اسمها بنش ماركينج بنش ماركينج يعني ايه يعني بتبتدي يبقى انت ليك جايد حد كده تمشي عليه حد يكون المؤشر بتاعك او الدليل بتاعك في عمليه الايه البروسيس امبروفمنت فالبنش ماركينج
can be used in coordination with process analysis to develop measures to use in assessing an organization's effectiveness, efficiency, and adaptability. The term benchmarking describes continuous systematic process of measuring product, service, and the practice against the best levels of performance. يبقى بتاخده في الشركة عن طريق البنش ماركينج انها بتقيس المنتج بتاعها الخدمة البراكتسز حتى الممارسات بتاعتها بأفضل ايه ليفل متاح في السوق في الماركت تمام؟ طيب May people think of بنش ماركينج as simply capturing the best in class information but the practice has no much wider application. خلي بالنا هنا الفرق ما بين بنش ماركينج والبست ان كلاس. البست ان كلاس هنا معنى ايه؟ الانترنال، بركز على الانترنال بروسيسز، انما البنش ماركينج بيركز على الانترنال والاكسترنال. انت حتى ربما يكون عندك داخليا في بيست ان كلاس، عندك اداء متميز في بروسيس معينه، فتحاول توصل البروسيسز بتاعتك كلها عشان يكون في الايننج بين اول بروسيسز تمام. كوت اوفن بيست ان كلاس ليفلز ار كومباريزنز تو اكسترنال بنش ماركس اوف اندستري ليدرز، هاويفر they may also be based on internal benchmarking information or measures from other organizations outside an industry that have similar process. يعني مش بس ان انت يبقى حتى مش بس ان internal، ده كمان ممكن يكون خارجيا بس كمان خارج الصناعة نفسها. يعني انت ممكن بعض processes information technology مثلا ممكن تبتدي تقول اه لا انا عايز افضل information technology، الشرط يكون استخدم في مجال الفندق. لو انت فندق لا انت عايز افضل information technology شغال موجود هيلبي كل الطلب الطلبات، يبقى انت بتجيب الافضل، مش الافضل في البيئه المحيطه، مش في نفس الصناعه، لا الافضل عالميا، الافضل في السوق كله، الافضل في كل الصناعات وهكذا تمام. تعال نشوف كده الستيبس اللي موجوده في البنش ماركينج الفيسز بتاعتنا. اول حاجه دائما وابدا انت هتحلل، بتحدد الاولويات بتاعتك ان انت هتشتغل عليه، يبقى سيلكتنج اند بريورتايزنج بنش ماركينج بروجكتس، حدد لي الاولويات بتاعه البنش ماركينج بتاعك. يبقى انت ايدنتيفاي اند بريورتايز areas to be benchmark, identify customers of benchmarking and their requirements. انت ايه الاريا اللي انت عايز تعملها، ايه البرودكت اللي عندك او الخدمه اللي عندك اللي انت عايز تقيس تشوفها توصلها لمرحله يعني متقدمه، عايز تخليها تنافس في السوق، وايه هم العملاء بتوعك المستهدفين اللي انت عايز تعملهم بنشمارك، احتياجات هؤلاء العملاء. واحد اثنين organizing benchmark teams، تعالى عم انتوا الناس اللي هتشتغلوا في البنشمارك وانتوا اللي هتعملوا هتطوروا المشاريع. ثلاثة قال documenting on work processes، امسك البيئة الداخلية relevant benchmark measures تمام، اعمل لي ابتدي اشتغل عليها و study proposed internal benchmark processes تمام. يبقى انت بتدرس الداخلية للبيئة الداخلية والبنشمارك الميجرمنت الداخلي، وبتحدد ريليفنت بنش مارك حتى ايه هو البنش مارك انت عايز تقيسه حتى خارجيا. يبقى انت لما تشتغل الاول هتعمل في محدد، تحدد البنش مارك المقياس بتاعك اللي انت هتشتغل عليه، ثانيا بتشوف المقياس ده فيه موجود منه او البروبوزد انترنال بنش مارك بروسيسز الداخليه، دي اول ثالث حاجه. ثالث مرحله نبدا نعمل ريسيرش اند ايدنتيفاي بيست ان كلاس بيرفورمانس، جمع لي بقى كل الايه كل البيست ان كلاس بيرفورمانس اللي موجود، جمع لي ريسيرش، ابدا ديترماين داتا جاذرنج ميثود، الطريقه اللي نجمع بقى البيانات، اعمل اورجانيزيشن تو بي اللي هي المنظمات او المؤسسات او الشركات اللي انت هتبتدي تشوف يعني شايف انها في مرحله متقدمه ومحتله رياده في السوق، فتبدا تقول هي دي الشركات اللي انا عايز اقيس عليها الاداء بتاعي. اورجانيزيشن تو بي بنش مارك تمام، بنش مارك جاذر بنش مارك بيرفورمانس اند انبلر داتا، ابدا اجمع المقاييس اللي موجوده او الاداء بتاع الناس دي، شوف هم شغالين ازاي، ايه الداتا المساعده فيه عشان تقدر تحصل على معلومات حول هذا الاداء تمام. بعدين اعمل انالايز البنش مارك داتا اند ايدنتيفاينج انيبلرز، حدد الكارنت بيرفورمانس جاب بتاعك، يعني ايه يعني النهارده ادرس انت حددت البيرفورمانس اللي موجود، شوف انت البرفورمانس بتاعك عامل ايه وشوف الجاب ما بينهم، بعدين حط اسباب الجاب ايه وايه الكرنت الاسباب الجاب الحاليه والمستقبليه، وبعدين استيميت فيوتشر اتينبل ايه برفورمانس، قول لا احنا محتاجين نغطي الجاب دي، فبالتالي هنبدا نحط اداء برفورمانس ايه فيوتشر برفورمانس اللي احنا نقدر نشتغل نحققه تمام. بعد كده لما خلصنا حددنا الجاب
وحددنا بيرفورمانس اتينبل بيرفورمانس نشتغل عليه في المستقبل. اخر حاجه قال امبلمنتنج بنش ماركينج ستادي ريكومنديشنز اند ريكالبريتنج بنش ماركس. يبقى انت في المرحله الاخيره بعد ما انت حددت وفزت الجاب وقلت ده الاداء اللي احنا عايزينه, الاداء ده مش هيتطبق الا لما يكون في مانجمنت اكسبتنس وعلى الكونكلوجنز بتاعك اللي انت حطيته. بعدين تقول استابلش بيرفورمانس جول اند اوبجكتيفز, انت قلت حددت اتينبل بيرفورمانس, طب انت عايز تعمل لي ميجرز واهداف نقدر نحدد من خلال البرفورمانس ده, يبقى انت بتحط اتينبل ايه بيرفورمانس جولز اند اوبجكتيفز. بعدين امبلمنت اكشنز, بتطبق الخطه اللي انت حطيتها. اسيس بروجرامز بروجريس توارد جولز, بتبدا تشوف تقيس مدى التقدم في تحقيق الاهداف دي. بتعمل ريفايز جولز اوف نيسيسري. واخر حاجه فاليديت ابديت اند بنش مارك. بعديك في اخر حاجه بعد ما تعمل ريفايز لو انت لقيت في خلل ترجع تعمل ابديت للموضوع او تصحح للوقت. تمام, 6 فيسز اهمت. يبقى انت سيلكتنج بريورتايزنج بروجكتس organizing teams, بتعمل documenting own work processes, ان احنا بندرس بنحدد المقاييس الميجر البنش مارك مانجمنت وبنحدد البيئه الداخليه البنش مارك الانترنال بنش ماركس. بعدين الريسيرشن ديفلوبمنت, اشتغل على البيئه الخارجيه, نجمع الداتا, نحدد طرق جمع الداتا, نجمع الداتا والمنظمات اللي هنجمع عليها الداتا. بعدين بنعمل analyzing للبنش مارك ده, نحدد الجاب اللي موجود, اسباب الجابس لحاله المستقبلي, بنبدا نطور اداء مستقبل نقدر نحصل عليه. بعد ما نطور الاداء ده او نحط كونكلوجنز كده, ناخد الماجمنت اكسبتنس في الخطوه الاخيره, وبنعمل استابليش جولز بيرفورمانس اند اوبجكتيفز. بعدين بنعمل امبلمنت اكشنز, بعدين بنراجع الاكشنز دي, اسيس البروجريس توارد جولز, احنا ماشيين ناحيه تحقيق الاهداف ولا لا. بالريفايز جولز, بنراجع الاهداف هل هي تم تحقيقها وتم تحقيقها, نعمل بعد كده فاليديتنج اند ابديت. تمام, استراتيجيك بنش ماركينج. هل البنش ماركينج ده استراتيجي ولا اوبريشنال؟ يعني انت شغال على منظمك ككل ولا بتشتغل على العمليات؟ احنا بنقول ان انت بنش ماركينج بروسيسز واكتيفيتيز, فبديهيا كده ان هو ايه اوبريشنال, بديهيا انه اوبريشنال صح. لك هناك بعض الدراسات بتقول ان ممكن تعمل بنش ماركينج حتى في الايه في الاستراتيجيك فوكس, التركيز الاستراتيجي او الاستراتيجيه بتاعتك ممكن تشتغل عليها بشكل انك تحاول توجد برضو البيست ان كلاس بالنسبه للاستراتيجيات وحاول تطبقها عندك في الشركه. استراتيجيك بنش ماركينج ابلايز بروسيس بنش ماركينج تو ذا ليفل اوف بزنس استراتيجي باي انكوربريتنج بنش ماركينج ريزلتس ان ذا استراتيجيك بلاننج بروسيس. تاخد النتائج بتاع البنش ماركينج اللي انت عملتها في الاوبريشنال وتخليها تنعكس او ترفلكت ايه في الاستراتيجيك بلاننج بروسيس. تمام, as such it helps an organization develop an increased understanding and the ability to address strategic business unit issues such as. تبدأ تحدد, تعرف بعض الأمور الخاصة بالبزنس, تبدأ تحدد أو تاخد قرار. تعمل إيه؟ building core competencies to help a sustained competitive advantage. تعالى عم إن أنا عايز كفاءات أساسية, اديني الكفاءات الأساسية تقدر تساعدني في تحقيق الهدف الإيه بتاع الشركة والهدف الاستراتيجي ده. حاجة developing a new business line, ممكن أنت نتيجة دراستك للسوق فتلاقي أن أنت في منتج جديد محتاج business line جديدة. targeting a specific shift in strategy, الاستراتيجيه اللي انت بتاعتك محتاجه تغيير جوهري, يعني يبقى في تحول استراتيجي في الاستراتيجيه. making an acquisitions, تبدا تحاول تحصل على مواد جديده توفرها للشركه. تمام, و creating an organization that can quickly respond to uncertainties, اللي هي اللي احنا كنا فيها اللي هي الاجايل organizations او تحقق الكاركترستكس اللي هو بتاع الادابتابيلتي. تمام, دي كلها بنش ماركينج بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه انك تطبق, تعمل ريفليكشن الاوبريشنال بنش ماركينج بحيث انك تطبقه في الايه في البيزنس استراتيجيك ايه بلان. تمام, عندنا بعد كده حاجه اسمها الاي بي ام اكتيفيتي بيزد مانجمنت. الاي بي ام طبعا الاي اكتيفيتي بيزد مانجمنت هي تطوير او يعني تتبع الاكتيفيتي بيزد كوست اللي اتكلمنا عليها في نفس السكشن ده. اتكلمنا في الكوستنج سيستمز كان من ضمنها الاكتيفيتي بيزد كوست. تمام, another type of strategic analysis aim to an at yielding process improvements. احنا عايزين نطور ونتكلم كل ده في تطوير البروسيس. من ضمن تطوير البروسيس انك تبدا تدرس الاكتيفيتيز بتاعه البروسيس. تمام,
طيب هندرسها ازاي؟ هو بيقول الاي بي ام، الاي بي سي والاي بي ام ار ريليتد كونسبتس. طيب ازاي ريليتد كونسبتس؟ قال الاي بي سي ات ميجرز اوف ذا كوست اند بيرفورمانس اوف اكتيفيتيز ريسورس اند كوست اوبجكتس. مش احنا قلنا ان الاي بي سي بتبدا تحدد الاكتيفيتيز اللي موجوده في الشركه، تكلفه كل اكتيفيتي والكوست درايفر بتاع كل اكتيفيتي، مسبب التكلفه بتاع الاكتيفيتيز دي. تمام. It assign resources to activities and assign activities to cost objects. معروف. تمام. طيب it focus on causal relationship between cost drivers and activities. ايه العلاقة السببية ما بين التكلفة، مقياس التكلفة والنشاط؟ في مقياس تكلفة، في نشاط بيحصل نتيجة هذا النشاط بتحصل تكلفة. طب ايه الكوست درايفر اللي في النص، الرابط ما بين التكلفة والاكتيفيتي؟ ده بيركز عليها الايه، الاكتيفيتي بيزد كوست. الاكتيفيتي بيست مانجمنت بتمسك الانشطه نفسها، تركز على فاعليتها، على كفاءتها. انت هنا محدد في الاي بي سي، محدد الانشطه تمام وتكلفتها وربطتها بالتكلفه. حلو. في الاكتيفيتي بيست مانجمنت انت الانشطه موجوده، تعال بقى شوف لي الفعاليه بتاعتها، الافكتيفنس والافشنس بتاعها، الانشطه دي شغاله بشكل فعال بشكل كفء ولا لا، عشان فينا نحقق الايه الفاليو to the customer، وكمان ايه نجيب الربح بتاع profit achieved by the providing this value. احنا عايزين ربح في الاخر، احنا قلنا ان الفاليو ده هو السورس اوف ايه، اوف بروفيتابيلتي. قال لي باختصار ال ABC provides the data used by ABM for cost driver analysis, activity analysis and performance measurement. تمام. While ABC designate and uses cost drivers for each activity, ABM analyzes the cost drivers for this effectiveness in defining the root causes of activity A. نبدأ نحدد السبب الرئيسي بتاع الايه، التكلفة. The result will be an assessment of how will cost drivers reflect actual costs and actual areas of profitability. طب احنا قلنا ان لما عملنا activity cost analysis الـ ABC activity based costing، احنا حددنا ان كل نشاط في دولة تكلفته كذا. الـ ABM يهدف الى ايه؟ ان هل فعلا دي تكلفة النشاط؟ هل هذا فعلا النشاط الكوست درايفر بتاعه هو فعلا الكوست درايفر؟ يبقى انت بتحدد الروت كوز اوف ايه، اوف اكتيفيتي كوست. تمام. ويبقى فعلا التكلفه بتاعته بتعكس، لما تقول ان تكلفه الدرايفر ده او الكوست عفوا الاكتيفيتي دي 10 دولار، يبقى فعلا تكلفته 10 دولار. ده بيجيبه عن طريق ايه، الاكتيفيتي بيست مانجمنت. ذا بوتوم لاين از ذات بوث اي بي سي اند اي بي ام ار فاليبل براكتسز for any firm striving to maintain an improvement or improve its competitive position. ABC answers the question what do things cost. احنا قلنا الاي بي سي بيقول لك تكلفته كام. تمام. طيب الاي بي ام بيقول لك what causes costs to occur، ايه سبب التكاليف دي. يبقى الاي بي سي يقول لك تكلفه الاكتيفيتي كذا، انما الاي بي ام يقول لك التكلفه دي فعلا حقيقيه ولا لا وسببها ايه. تمام. طيب احنا قلنا الاي بي سي هدفها في الاخر ايه، بروسيس امبروفمنت، اهو ده الهدف الاساسي. الاي بي ام عفوا بروسيس امبروفمنت، بيطور الايه، يشوف الكوز الروت كوز بتاع 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 التكلفه ويشتغل عليه ويحاول يطوره ويحاول يخفض التكلفه. الاي بي ام بيقول لك تكلفتنا كذا. تمام. طيب لما هو بروسيس امبروفمنت، فقال لي الاي بي ام از فورورد لوكينج اند تشينج اورينتد، ات سيكس واي to avoid unnecessary costs and put existing resources to maximum use. تعالى يا عم انت قلت تكلفه 10 دولار، طب لما يقعد بقى الاي بي ام يبحث في الكوست درايفر بتاعها يلاقي ان لا، في عندك 2 دولار ما لهمش لازمه، في اديشنال اكتيفيتيز داخله في الموضوع او اديشنال كوست درايفرز متحمله على الاكتيفيتي دي ما لهاش اي لازمه، استبعد. وصل الريسورسز بتاعتك للماكسيمم يوز، عايزين نستخدم في كهرباء شغاله المصنع مش مستفيد منها، طب انا عايز استفيد من الكهرباء دي، يبقى انت بتستخدم الماكسيمم يوز. قال لي بتعمل ايه الاي بي ام في البروسيس امبروفمنتس؟ قال لي في مراحل مختلفه للموضوع. لو انت بتدور على الجروينج، فقال لي الاي بي ام يعمل ايه، ديبلوي نون فاليو ادد ورك امبروف بروسيس اند اكتيفيتيز. في مرحله النمو وانت بتنمو بيعمل لك اعاده نشر، اعاده تشغيل النون فاليو ادد ورك، وبيعمل امبروف البروسيسور اكتيفيتيز. في حاله الفلات يعني في مرحله يعني الدنيا ماشيه بشكل نورمالايزنج يعني، فايدنتيفاي نون فاليو ادد كوست، بيحدد التكاليف اللي هي نون فاليو ادد،
وبيحط اولويات ايه للامبروفمنتس اند افكت وتاثير هذه الامبروفمنتس ايزوليت اور اليمنت كوست كوليمينيت كوست درايفرز ديترمين برودكت سيرفيس ايكوس. يبقى بيشتغل بيبدا يعمل تطوير, نبدا نطور الحاجه اللي ملهاش اللي ما بتضيفش قيمه نطورها الامور دي. انما في الجروينج انت التنمو, فما احنا ما نقدرش نستبعد النون فاليو ادد نشغلها تاني نعمل لها ايه ديبلوي نحاول نطور بشكل معين. الديسلايننج انت في مرحله انخفاض السوق نايم, فانت في طب الاي بي ام يعمل ايه؟ يجيب لك يعمل كات كوست قلل التكلفه اعمل داون سايز افكتلي اوف راح الناس يبدا يقول لك ان يحدد لك اسباب زياده التكلفه نتخلص منها ماشي. كونسترينت از تو كاباسيتي, لو انت عندك في قيود في الطاقه الانتاجيه بتاعتك فبيقول لك بيحدد تكلفه المنتج او الخدمه, بيقول لك ياخد قرارات بيحدد الاكتيفيتي كاباسيتي ويقول لك البوتل نيك او الكونسترينتس بتاعنا عامل ازاي. ده الاي بي ام بيفيدنا في عمليه بيدرس الاكتيفيتي بيدرس بيتعمق في دراسه الاكتيفيتي يحدد تكلفه كل نشاط فايدته للشركه ممكن نستبعده ما نستبعدوش. ده بيركز على نركز في الكلام ذا روت كوز اوف ايه اوف ذا كوست. بعد كده علاقه الايه الاكتيفيتي بيز مانجمنت بالكواليتي امبروفمنت. هل في علاقه ما بين الاكتيفيتي بيز مانجمنت والكواليتي امبروفمنت؟ اكيد في علاقه, بس نخلي بالنا ان الاكتيفيتي بيز مانجمنت وهي بتشتغل في دراسه الاكتيفيتيز اللي موجوده داخل النشاط وبتحاول انها تحدد سبب الرئيسي للتكلفه, هي ليست بديله از نوت ريبليسمنت اوف كواليتي ايفورتس. هي كل القصه انها ايه بتعمل سبورت ل ال هي ديفرنت ميثودولوجيز اللي بتستخدم في الكواليتي امبروفمنت او البروسيس امبروفمنت اللي احنا بنتكلم فيها. تمام, بتعمل ايه يعني ايه دورها في تعمل السبورت دي؟ ايه الدور بيه؟ اول حاجه بتعمل استابليش اكاونتبيليتي. في اي مكان في الدنيا لازم يكون عندي مسؤوليات, شخص مسؤول ويحاسب على قراراته, يحاسب على افعاله, يحاسب على نتيجه اعماله, كل دي في اي كائن في الدنيا. فهنا بتعمل اكاونتبيليتي, بتعمل مش يعني بتقول ان النشاط ده هو فعلا مسؤول ويحاسب عن التكلفه دي. تمام, دي اول حاجه. الحاجه الثانيه فاسيليتيتس ميجرنج اوف ريزلتس, بتسهل لك عمليه قياس الايه النتائج. انت متعمق في دراسه النشاط, انت عارف الروت كوز اوف ذا كود, فبالتالي الروت كوز اوف ذا اكتيفيتي, فبالتالي انت تقدر بتقيس نتائج اي نشاط بشكل سهل بناء على الاكتيفيتي مانجمنت. انيبل سيتنج اوف بريوريتيز, بتحدد لك الاولويات, ايه هو النشاط الكويس معاك او الاكتيفيتي اللي بيضيف قيمه للشركه فده بنكمل فيه, ايه النشاط اللي هو نون ادد فاليو فنبدا ايه نستبعده. طيب ده بالنسبه بشكل عام. بالنسبه تو كواليتي سبيسيفيك تو كواليتي ان اي اكتيفيتي بيز مانجمنت سيستم فاسيليتيتس كواليتي امبلمنتيشن باي, بنطبق الكواليتي والبزنس امبروفمنت عن طريق انت قلنا ايدنتيفاي اكتيفيتي كوست, بتبدا في فيزابيلتي اوف اسوشيتد كوست اوف كواليتي, قلنا نتيجه ان انت بتحدد الاكتيفيتي كوست في وضوح كامل لتكلفه انك تعمل الجوده وتعمل الامبروفمنت بتاعك. تمام, مش بس انما تبقى في وضوح للتكاليف, ده كمان بيبقى في ميجرمنت كوست ميجرز ذات كان ايزلي انكوربريتد ان كوست اوف اي كوارت, في مقاييس للتكلفه تقدر انت عن طريقها تحدد الايه الكوست اوف كوارت بشكل ايه سهل. تمام, طب ايه مزايا الادفانتج والديس ادفانتج؟ احنا قلنا لو رجعنا كده للادفانتج اوف اي بي سي هتلاقي تقريبا نفس الايه الادفانتج اللي هي بتاع الاي بي ام نفسها الاي بي سي الاكتيفيتي بيز كوستنج, هتلاقي بتتمحور حواليها برضو الادفانتج الاكتيفيتي بيز مانجمنت. فبقول ايه يوزز كونتينوس امبروفمنت تو مينتين ذا فيرمز كومبيتيتيف ادفانتج, ماشي, هي عمليه مستمره. It allocates more resources to activities, products and the customers that add more value strategically, redirecting management focus. يبقى هنا بتركز بتحدد بتوزع الانشطه على او ريسورسز التكاليف بتاعتك على النشاطات اللي موجوده. تمام, وال والبرودكتس والكاستمرز اللي هي بتاد مور فاليو,
واللي بتستفيد من هذه الأنشطة بشكل كبير، من هذه التجارب بشكل كبير، مش اعتباطيا، مش أربيتريلي، مش موضوع أنت أنتجت كتير فتاخد كتير، لا، هي موضوع بشكل حاسب، تمام؟ It eliminates non-value added activities. It measures process effectiveness and identifies areas to reduce costs or increase customer value. شوف الموضوع كله بيتمحور حول تحديد التجربة بشكل دقيق. وتحديد التجربة بشكل دقيق هيؤدي ان انت هتستبعد الانشطة اللي هي نقدت اليوم، هيؤدي ان انت هتقيس الافكتفنس والافشنسي الخاصة بالبروسيسز بتاعتك، وفي النهاية انت ليك هدفين: reduce cost و increase customer value او increase profitability source. تمام؟ It works well with just-in-time process. طبعا اكيد. It ties performance measurement to ABC to provide consistent incentives for using ABC. هي بتبدأ تقول لك انت مش انت استخدمت الـ ABC والـ ABC ربط لك حدد لك تكلفة الأنشطة ووزعت الأنشطة على بناء على الكوست درايفرز على المنتجات والخدمات اللي استفدت منها، فتعال بقى يا عم الحاج نتيجة ان انت عملته ده تعال يعني نطور الموضوع شوية ونبدأ نقول لا فعلا النشاط اللي مش مربح معايا بدرس بقى واتأكد فعلا ان تكلفة النشاط اللي بناء على الـ ABC هي صحيحة ومظبوطة، وشايف ان النشاط ده او البرودكتس او البروسيسز اللي فيها تكلفة عالية مش مبررة تبقى استبعدها. فبقول لك بتعمل تايز بيرفورمانس ميجرمنت اي بي سي، يبقى بتعمل ربط ما بين الاي بي سي وما بين الاي بي ام عشان يبقى في كونسيستنت انسنتف، في ناس شايفة ان في فايدة من استخدام الاي بي سي، مش بس نقعد نشتغل اي بي سي ويبقى الموضوع عندي فيه قرارات مجهود عالي جدا واوراق رايحه اوراق جايه ودراسات وفي الاخر بدون يعني بدون اي فايده. لا، هي لما تبقى في تايز في ربط ما بين الاثنين، انت الاي بي سي مديك نشاط تكلفته غير مبرره او مثلا او اظهر لك ان في نون فاليد اليو بروسيسز او اكتيفيتيز دي ناس تبعين. تمام؟ طب ده بالنسبه للادفانتج. ايه دي ادفانتج؟ بص باختصار الموضوع متعلق بالتكلفه، يعني بصينا هنا هنلاقي ان الموضوع تشينج تو او بي سي اي بي ام ويل ريزلت ان ديفرنت برايسنج بروسيس ديزاين، بتعمل تغيير كامل في الانشطه الداخليه للشركه، البرايس والتسعير والعمليات الداخليه والمانيفاكتشرنج تكنولوجيز والبرودكت ديزاين ديزيشنز. ذا كومباني ماست بي بريبيرد تو سبورت مانجرز هو امبريس ذيس ميثودز اند ديسكورج مانجرز هو كونتينيو تو يوز ذا اولد ميثودز. اللي هيبتدي يعني اللي هيبدا من المطره يتفاعل مع التغيير ويبدا ان هو يمشي في يسير في المركبه. طب انت في تغيير جذري في الشركه، في تغيير جذري جدا في الشركه في كل all aspects of the company. فاللي جاهز من المدرة ان يعني يتفاعل يعمل adapting للتغيير ده هيكمل. اللي هيبدأ بقى يحاول يبرر لا اصل التكلفة القديمة النظام القديم اسهل، اصل احنا مش هو قول النظام القديم اسهل ليه، او هو بيفضل النظام القديم اسهل ليه، لان هو كمدير كان ممكن يكون بيتحمل بتكلفة اقل في حين ان استخدامه من المصادر اعلى. لما جينا نستخدم الـ ABC من الـ ABM بقى الموضوع عنده انت بتاخد الفير ايه بتحمل بالفير كوست بتاعك، فبالتالي يعني انت اظهرته يعني عريته عفوا في اللفظ يعني. فلو انت كمدير تمتلك الكفاءه والقدره انك تعمل سيطره على التكاليف بتاعتك، النشاط بتاعك تقدمه بجوده عاليه وبتضيف قيمه كبيره للشركه، هتكمل في مش مشكله عندك انك تتحول الاي بي سي. لو عندك مشكله يبقى انت مدير غير ناجح، فخلاص بالسلامه. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت النهارده الاي بي سي والاي بي ام دي كلها تقارير داخليه، احنا بنتكلم في مانجمنت ريبورتس، ما بنتكلمش على الاكسترنال فاينانشال ريبورت. طب انت لما تبتدي تشتغل على الاي بي سي وتحدد التكلفه بتاعتك بناء على الاي بي سي، في تعارض ما بين الستاندرز اللي انت مستخدمها في الاي بي سي والاي بي ام، او ما بين الرولز والبوليسز اللي شغال عليها، ما بين الرولز اللي بتحدد لك كيفيه اعداد التقارير الماليه بناء على الجنرال اكسبت كومبرسيف. وبالتالي لازم يكون في ايه يعني يكون في يعني تحاول تعمل كونسيستنسي ما بين ايه ما بين الطريقتين. Implementing ABC is expensive and time consuming, so cost benefit analysis should be done to identify all hidden costs and benefits. خلي بالنا دي برضو من ضمن المشاكل او العيوب، ان انت الموضوع مكلف جدا بياخد وقت كبير جدا، فانت يا يبقى في cost effective يا او cost benefit يا بلاش، يعني انت مذاكر وعمل دراسة عميقة للوضع بحيث ان انت لما تقول اي بي سي او اي بي ام
يبقى انت عارف المزايا الكامله للموضوع والعيوب الكامله للموضوع، العوائد اللي هتدفعها الشركه بشكل كبير، التكاليف اللي هتحملها الشركه، وتعمل مفاضله ما بين الاثنين. لو الاي بي سي مش هتوفر لك في التكلفه ومش هتضيف لك البنفيتس بتاعتك، يبقى هتستبعد. تمام. طيب عندنا نقطه بعد كده في عمليه دراسه البروسيس والامبروفمنتس والامور دي كلها، في حاجه اسمها كونتينوس امبروفمنت. كونتينوس امبروفمنت يعني عكس تماما الري انجينيرنج اللي اتكلمنا فيها من شويه. الري انجينيرنج بتهد البروسيسز كلها وتعمل لها ريديزاين، تبني من الاول وجديد، بتتجاهل كل القديم، بتقول لك يعني ايه انت عايز، عندك دار سيتويشن فانت عايز هيف بليستنج، انت محتاج حاجه قنبله تفجرها في المكان عشان تتخلص من كل العيوب بتاعه المكان المتراكمه. تمام. اما الكونتينوس امبروفمنت بيقول لك يا عم ايه، لا احنا هنمشي براحتنا. انت عندك في مثلا يعني لو انت في شقه، داخل شقه جديده، فمش هينفع، ما عندكش التكلفه الكامله انك تزين الدهان بتاع الشقه وترمي عليه وتجيب، فتبدا تقول ايه، طيب احنا نمشي على الايه، على الحتت اللي فيها عيوب نصلحها، الحته دي فيها باين او اللي فيها الميه واكلها، فنجيب لها شويه معجون ومعجن مش عارف ايه وندهنها وهكذا. يبدا بيعالج المشاكل الحاليه، هو ما بيهدش ويبني، بالعكس هو بيمشي خطوه خطوه، ستيب باي ستيب، بيحاول يعالج القائم. تمام. يعالج المشاكل القائم. بيقول لي كايزن ايه ده، جابانيز ايه تيرم يوز تو ديسكرايب كونتينوس امبروفمنت ات اول ليفلز ان ان اورجانيزيشن. بيبدا ياخد كل الليفلز اللي داخل المؤسسه، يبدا يتعامل زي ما قلنا مع المشاكل الحاليه، يحاول يصلحها ستيب باي ستيب. ذا بريمايز از ذات از افري بروسيس بيجينينج at every process، كل يعني الافتراض الاساسي هنا مع كل عمليه، beginning with the most important is examined working on and improved the total enterprise improves. يبقى انت بتبدا بالعمليات الاهم، انت في الشقه زي ما احنا بنقول، بتبدا بالمشاكل الكبيره الواضحه قوي، تبدا تعالج شويه شويه، يبدا في مشاكل صغيره فريق صغيره تبدا تعالج لحد ما تبقى ايه الانتربرايز كلها ايه total enterprise improves. تمام. كايزن انولج ذات انوفيشن از فاليبل. خلي بالنا هنا ان هم يعني الانوفيشن يا جماعه الابتكار شيء مهم جدا. لما اتكلمنا النهارده مين بيحدد الجوده الفاينل كواليتي اوف ذا برودكت، قلنا هو الكاستمر، فاينل كاستمر بشكل اساسي. لكن مش هو بس، بمعنى ان انت بيبقى عندك في الكاستمر تشينج والانوفيشن او البرودكت، التطورات اللي بتحصل على ايه، على البرودكت اللي هي الانوفيشن، يبدا الناس تبتكر او تخترع حاجه جديده. تمام. فده بيعمل ثوره في او بيؤدي بيعمل قفزات في التطوير اللي انت بتعمله. تمام. تبقى الانوفيشن فاليبل، مهم جدا، بس مش هو، ما ينفعش يعتمد على الانوفيشن بس، يعني ما ينفعش كل 10 سنين ابدا اعمل انوفيشن، ما انت المفروض تبدا كل شويه تعمل امبروفمنت. يعني خلينا نمسك كده الموبايلز او السمارت فونز. السمارت فون طلع بالتاتش سكرين، حلو قوي، كان ثوره في التاتش سكرين. هل وقف عند التاتش سكرين؟ التاتش سكرين ده لحد ذاته ده اسمه انوفيشن، ده كده ابتكار او اختراع جديد، بس بدا كل شويه يعمل لها كونتينوس امبروفمنت، كل شويه يجيب ايه، يضيف خاصيه جديده، كل شويه يضيف خاصيه جديده. خاصية ان انت الموبايل تتصفحه بعينك، خاصية ان الموبايل لو انت ما بتبصلوش يبقى ايدل، يعمل خمول، خاصية ان انت الفيس تايم، وهكذا. برقت كل شوية يضيفوا دي، اسمه بقى كونتينوس امبروفمنت. انت كل شوية نبدأ نعمل تطوير لحد ما يبقى في تكنولوجيا جديدة خالص مالهاش علاقة بالتاتش سكرين، ويبقى ده اسمه انوفيشن، وهكذا. يبقى الانوفيشن ممتاز، ممتاز جدا انك تعمل انوفيشن، بس اذا انت اعتمدت في شغلك على الانوفيشن بس، فانت محتاج سنين طويله قوي عما تعمل قفزه، عما تعمل تغيير. انما المفروض انك تعمل ايه؟ بيقول لك ايه؟ But it also maintains that innovations don't collectively contribute as much as continuous incremental improvement. مش ما بيساهمش بشكل كبير، او ما بيأديش الوظيفه اللي انت محتاجها بشكل اساسي، مش هو اللي بيديك اللي انت كله عايزه. طب البديل قال لك ان انت تبتدي تتعامل بالcontinuous improvement. بيقول لك ايه بقى؟ ان انت بتتعامل مع الشركه كستركي سلم كده اوف امبروفمنت، سلم هرمي ماشي، او سلم من التطويرات، موفينج فروم ستيب تو ستيب. اورجانيزيشن ويز كونتينوس بروسيس
of following an improvement, maintaining an improvement, following an improvement, maintaining an improvement and so on. يبقى انت بتبدا تشتغل اكنك طالع درجه السلم, تبدا تحاول تطور. يبقى انت بتقول ايه moving for يعني انت بتعمل maintain an improvement, تبدا تحاول تطور بشكل ما. بلمت حصلت طورت ولقيت ان في جزئيه محتاجه تطوير, تبدا تمنتين تطبقها, تبدا تفولوينج تمشي وراها وتتبعها وتطبقها يعني, بعدين برضو تعمل في جزئيه ثانيه وهكذا. تمام؟ يبقى هو ايه عشان كده بنسميه ستيركيز, اللي هو في تسلسل للتطوير بتاعك. Also the steps may be small, each step moves the organization upward toward a sustained improvement. ده يا جماعه تطوير مستمر. انت هنا مش بتعمل ابتكار وتقعد عليه, انت قاعد طول الوقت بتحاول تطور في الشركه, طول الوقت قاعد بتحاول تطور في نظام الايه المحاسبه بتاعتك, قاعد بتحاول تطور في نظام البروسيس بتاعتك, كل طول الوقت عمال تشوف ايه البروسيس اللي الفاليو بتستبعدها. انت مش بتعتمد على انك تعمل انفيجن وتسكت وتقعد عليه 10 سنين ولا 20 سنه. تمام؟ Continuous improvement often are based on standards which become organizational performance expectation and the goals. Standards allow an enterprise to identify the cost of to manufacture and sell a product or service and determine the cause of cost overruns. انت الاول بتقول يعني هي الفكره في انك تقول maintain improvement follow improvement, انت بتحط ستاندرد معيار, المعيار ده بعد كده اصبح goal او ايه او performance هدف او performance expectation او اداء متوقع من الشركه وهكذا. تمام؟ ننتقل بعد كده لبرضو في حاجة في Process Improvement والQuality اللي هي عنوان جديد اسمه Best Practice Analysis. Best Practice Analysis هو Sub Category من Benchmarking أو Best in Class Analysis. Benchmarking أو Best in Class Analysis بيركز على إن بيحاول الشركة تحصل على أفضل أداء موجود في السوق وتطبقه سواء كان داخليا أو خارجيا. تمام؟ البيست براكتس هو نفس الطريقه ولكن بتركز على الانترنال فقط, على البراكتس الايه الداخليه, الممارسات الداخليه للشركه. واحنا بنعرفه ان هو بنسميه اللي هو الجاب اناليسيس. الجاب اناليسيس ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفرق ديسكرايب ذا ديفرنس بتوين ذا كرنت ستيت الوضع الحالي اند ذا ديزايرد ستيت, ذا سبيس بتوين وات is and what an organization hopes to be. هي ايه النهارده وعايز تبقى ايه؟ ده الايه؟ ده الجاب اناليسيس. الفكره هنا ان انت النهارده في بعض في شركه ممكن يكون في بيئه ما او شركه ما في براكتس معينه عامله فارق بتؤدي بشكل مثالي الى حد ما داخل الشركه, وفي بعض الممارسات الاخرى مش على نفس المستوى. فالنهارده يبقى انت عندك مستوى عالي جدا ومستوى منخفض جدا, في جاب ما بين الاثنين. الشركه بتحاول انها توصل اول بروسيسز ان ذا كومباني عشان كلها تتماشى, في الاين ما بين اول بروسيسز, ارفع كل الناس. ما ينفعش بقى البراكتس العاليه دي انزلها, انا ادرس اسبابها ايه واحاول اطبق او احاول ايه اعالج المشاكل اللي موجوده في الممارسات الايه اللي ما بتديش بنفس الكفاءه. تمام؟ فاني التكل ستيبس ان جاب اوف جاب او بيست براكتس اناليسيس عباره عن ايه؟ عباره عن ان ديفايننج جاب, الفرق ما بين تعمل كومبارزون ما بين الايه الانترنال اوبريشنز داتا ما بين البراكتس اللي بتؤدي بشكل كفء وفعال وبراكتس اللي لا تؤدي بنفس الكفاءه, تعمل تحدد تعمل كومبارزون ما بينهم عشان تحدد الايه الجاب. بعدين بتحدد الايه الريزونز فور ذا جاب, ايه الفرق, ايه الاسباب, ايه الاسباب اللي مخليه بعض البروسيسز لا تؤدي بالكفاءه المطلوبه, وفي ايه الاسباب اللي خلت البروسيس الخطر بعد كده اللي هي اللي اخذت البروسيس دي بتؤدي بشكل فعال كونتريبيوت ذا اكزيستنس اوف ذا بيست براكتس. تمام؟ بعدين تبدا تحط كونكلوجنز او ريكومنديشنز اند ان ابروتش تو امبلمنت ذا بيست براكتس. تبدا تقول لي خلي بالك انت ممكن تتبع تعالج بعض المشاكل في البراكتس اللي ما بتاديش بشكل فعال بحيث انها كلها تؤدي تسير بديناميكيه وكلها توصل لمرحله البيست براكتس ايه انها كلها تبقى شغاله بكفء وفعاليه حسب الايه المطلوب. تمام؟ ده كده البيست براكتس اناليسيس. طيب هل النهارده اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده البروسيس امبروفمنت والانجينيرنج والامور دي كلها واضح كده من الكلام ان انت بتتكلم في البرودكشن ديبارتمنتس المينتيننس ديبارتمنتس
انت ما لم تتعرض ابدا. احنا قلنا ان يعني في بعض الكلام كده قلنا ممكن يبقى اكاونتنج اوفيس والامور دي كلها لما اتكلمنا في اللين مانيفاكتشرنج, ان المفروض اللين مانيفاكتشر مش بس التصنيع, قلنا ان لازم يكون كل الانشطه داخل الشركه بتكون بتبقى بتؤدي بشكل رشيد. تمام. طيب هل بزنس بروسيس امبروفمنت ممكن تطبقها في بيئه غير بيئه التصنيع, مش في البرودكشن, مش في البروسيس, مش في المينتيننس, مش في السيرفيس؟ لا, قال لك ممكن تطبقها في الباك اوفيس او الكوست سنترز اللي هي المحاسبه الماليه الهيومن ريسورسز, كل دي ممكن تطبق فيها الايه البيزنس امبروفمنت. طب الهدف منها ايه؟ الهدف منها تحاول تقلل التكلفه, تحاول تقلل الاخطاء اللي ممكن تحصل. الاخطاء لو انت مثلا شغال عملت خطا في البروسيس بتاعتك وانت بتعمل قيد, بتدخل قيد, بتروح على العمليه, فالاخطاء دي هتكلفك بعد كده تكلفه وهتكلفك وقت عشان تصححها. فانت بتحاول وانت بتعمل بروسيس امبروفمنت الباك اوفيس او الكوست سنترز انك تحاول تقلل الاخطاء عشان تتفادى مستقبلا, تحاول تقلل اوفر كاباسيتي. انت ما تحطليش تجيب لي ناس تشتغل ستاف اعلى من المطلوب داخل القسم بتاعك بحيث ان تكلفني برضه تكاليف اعلى من يعني تكاليف غير مبرره. تمام. يبقى انت بتحاول بتحدد الروت كوزز فور ايرورز, الاسباب الرئيسيه للمشاكل. تمام. وبتحاول تخفض الايه الويست, وبتحاول تقلل الايه تقلل ما يبقاش عندك اوفر كاباسيتي داخل هذه الاقسام. طيب بتعمل ايه الشركه عشان خاطر يعني لو انت النهارده عايز تعمل بزنس بروسيس للاكونت ديبارتمنتس هتعمل ايه؟ اول حاجه اللي بتعمل حاجه اسمها بروسيس ووك ثرو. يعني ايه بروسيس ووك ثرو؟ امشي ورا كل عمليه داخل الايه بتطبق داخل القسم. كل عمليه, هل العمليه دي مطلوبه ولا ما لهاش مطلوبه؟ طب هل هي بتضيف قيمه ولا ما بتضيفش قيمه؟ طب هل احنا نطبقها الكتروني يعني نعملها اوتوميشن ولا لازم تتعمل بشكل يدوي نجيب لها موظف يشتغل عليها, ولا ممكن نحط لها بروسيس داخل النظام الانفورميشن سيستم ونستغنى عن الموظف ونوفر وهكذا؟ يبقى انت بتتتبع كل عمليه داخل الشركه داخل النظام داخل قسم المحاسبه بحيث ان انت تعرف سببها ايه وهي موجوده ليه. طب نقدر نستبدلها باوتوميشن بروسيس ولا ما نقدرش؟ وهكذا. دي حاجه. الحاجه الثانيه بروسيس تريننج. احد اكبر المشاكل اللي بتواجه الناس النهارده ان انت ما عندكش ناس عندها مش نوت كواليفايد انها تعمل الدي تو دي اكتيفيتيز او الدي تو دي ترانزاكشنز. الدي تو دي ترانزاكشن عايزه ناس عندها مستوى عالي جدا من الكفاءه, ناس صاحيه, ناس مدربه بحيث انها تختصر لك الوقت. يعني انت بدل ما تعمل 10 قيود في اليوم اعملها في 20 15 بتختصر الامور. بدل ما يبقى في روتين في 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 في, 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 في اداء داخل النظام واداء داخل القسم, لا يبقى في فعاليه. تمام. يبقى ده البروسيس تريننج. حاجه ثانيه اسمها ريدوسينج ذا اكاونتنج كلوز سايكل از سو از تو اوفيس از ا فاست كلوز. يعني ما تطولش المده بتاعت الايه انك تقفل الايه الدوره المحاسبيه بتاعتك, ما تمطهاش, ما تحطليش دي تتماشى مع البروسيس ووك ثرو. يعني انت ما تحطليش جوه الاكونت سايكل بتاعتك ستيبس مش مطلوبه. تمام. يعني اختصر الستيبس على قد ايه, على قدر المستطاع. تمام. استبعد البروسيسز اللي مالهاش اللي لا تضيف قيمه للاكونت سايكل. لازم يبقى عندك معيار او معايير ماشي عليها, في تشارت في اكونت بحيث ان انت يعني تسهل وصول الحسابات اللي انت اللي موجوده بدل ما تضيع وقت في انك تبحث عنها وتدور وكل ما تعمل تدور على رقم الحساب فين, لا انت تبقى عارف الشخص الاكونت بتاعك ماشي عليه. تمام. كل دي امور ممكن ان احنا نستخدمها في ايه؟ في ريديوسينج ذا اكونت سايكل. طيب اخر مرحله عندي حاجه اسمها ابلاي شيرد ايه؟ شيرد سيرفيس. وهنا النهارده انت لو في شركات كبيره فيها اكتر من لوكيشن فيها بزنس يونتس, فبدل ما تخلي لكل بزنس يونت واحد محاسب مخصوص يجي عشان يفوتر ونضيع وقت في البيلنج والامور دي كلها, قال لك في بعض الشيرد ايه سيرفيس, في بعض اللي هو ان انت النهارده المركز الرئيسي يقوم بعمليات المحاسبيه زي الايه زي الفوتره والكوليكشنز والاكونتس بيبل والبيرو بروسيسنج كلها خليها من المركز الرئيسي. خلي البرانش بزنس يونت شغلها البيع وانها تركز على المبيعات والاكتيفيتيز اللي بتضيف قيمه, بدل ما تجيب ايه يبقى انت بتعمل مالتيبل ايه
يعني انت بتدبلر او دوبلينج جوبز, بتدبلر او بتعمل دبل من الجوب. الموظف اللي قاعد في البيزنس يونت مثلا اللي في يعني في منطقه نائيه بيقوم عليه تاني موظف قاعد في المركز الرئيسي بيراجع عليه, فانت بتعمل دبل من الشغل. طب ما تخلي كله في الايه, في المركز الرئيسي بنسميها الشير سيرفيس, يبقى في واحد مركز رئيسي مسؤول على كل الفروع اللي موجوده انه يعمل بيلينج والكولكت البروب بروسيسنج وكده. تمام, دي كلها ممكن نقدر نعمل بزنس امبروفمنت ان اكاونتنج اوبريشنز. اخر حاجه عندنا النهارده اللي هي حاجه اسمها الكوست اوف كواليتي اناليسيس. انت النهارده قلنا ان ضروري وانت ماشي في البيزنس بروسيس امبروفمنت يبقى انت مركز جدا على التكاليف بتاعتك عشان خاطر في النهايه انت تبقى كوست بنفيت او كوست افكتيف ايه منهجيه ماشي عليها. ان التكاليف انت هتتحمل تكاليف عشان خاطر توصل للكواليتي اللي انت بتدور عليها. طب هل العائد من التكاليف دي او العائد من بعد ما تعمل التطوير ده يتناسب مع حجم التكلفه ولا لا يتناسب؟ انا عندي اربع عناصر رئيسيه من التكاليف الخاصه بالكواليتي: بريفنشن كوستس وابريزر كوستس انترنال فيلر كوستس واخر حاجه الاكسترنال فيلر كوستس. البريفنشن كوستس متعلقه بالايه, بالتكاليف الخاصه بالسيستم ديزاين وتطبيقه واختباره تيستنج والمينتيننس الخاص بالسيستم نفسه. يبقى كل البريفنشن كوستس من التكاليف الوقائيه متعلقه بالنظام ذاته. اي مصاريف او اي تكاليف هتتصرف على نظام الكواليتي يبقى دوت كلها بنسميها بريفنشن كوست. الابريزر كوست هي ان انت تبدا تعمل ايه, تبدا تعمل اوديتنج بروسيسز فور كواليتي, الكواليتي نفسها بتاعت المواد انكلود فورمال اند انفورمال ميجرمنت اند ايفالويشن اوف كواليتي ليفلز اند سيتنج كواليتي ستاندردز اند بيرفورمانس كواليتي. هنا متعلقه ب تبدا تشغل النظام, تبدا تعمل اختبار للكواليتي اللي خارج من النظام. هنا بنتكلم في الاولانيه في البريفنشن كوست ان انت بتتكلم في السيستم, تصميم السيستم وتطبيقه وما الى ذلك. انما في الابريزل انت بتشوف مخرجات النظام نفسه, بتعمل مراجعه على الكواليتي اللي خارجه من النظام ومن تدخل الماتيريال المواد الخام تعمل لها تشغيل تشوف الجوده بتاعتها وهكذا. تمام, ده الابريزل كوست. بتختبر النظام نفسه, تختبر منتجات النظام, منتج النظام. الانترنال فيلر كوست ان انت النهارده بتكتشف اي عيوب خارجه من النظام وتصلحها قبل ما توصل للمنتج الثاني في النهايه. انكلود ذيس كوستس انفولفد وذ ديفكتيف برودكتس اند كومبوننتس ذات ار كود بيفور شيبنج ذيم تو ذا كاستمر. انت شغال خلاص فبيخرج بعض العيوب, فيها ديفكتس, فيها سبويلج, فيها ويست, كل الامور دي بدل ما قبل ما انت تشحنها للعميل والعميل ياخد فكره سيئه عن الشركه, لا احنا بنحلها داخليا وبنسميها انترنال فيلور كوست. الاكسترنال فيلور كوست هي لا, الحاجه وصلت للعميل معيبه والعميل قال لك لا ده انت جبت لي بضاعه معيبه يرجعها حلفتين, فيبقى دي ار ذا كوست انفولفد وذ شيبنج ا ديفكتيف برودكت تو ذا كاستمر. تمام, قال لي خلي بالك الكواليتي اورينتد ابروتش كان اتشيف جينز ان برودكتيفيتي اند كوست, ان هو مكلف ولكن في النهايه تقدر تحصل منه على ارباح خياليه في الانتاجيه وما الى ذلك. قول لي اف ذا كومباني ميكس لونج تيرم كوميتمنت اند تو امبلمنت اند سستين ذا ايفورت. انت ضروري جدا وانت عايز تحقق الارباح دي انت لازم يكون عندك زي ما قلنا الكونتينوس امبروفمنت, انت محتاج يكون في تطبيق بشكل دائم ومستمر للايه الالتزامات والتطوير ده طويل الاجل. يبقى انت عندك نظره مستقبليه, انت مش باصص تحت رجليك, والطبيعي جدا ان يبقى عندك الكوست اوف كواليتي مكلفه, بس انت كمان مش مستني العائد بتاعها النهارده, انت بتتكلم في فترات طويله. ده قرارات الكواليتي, قرار استراتيجي داخل الشركه, هو بيتعامل مع الاوبريشنال ولكن احنا قلنا انت ترفلكت في الاخر الاستراتيجي في ايه بلان, يعني هو بيصحح او بيعالج الاوبريشنز والبروسيسز الانترنال بروسيسز, بس في النهايه المردود بتاعه هيبقى على الاستراتيجيك بلان. احنا كده خلصنا التوبيك ده البيزنس بروسيس امبروفمنت, خلصنا السكشن دي بشكل كامل اللي هو الكوست مانجمنت. يعني ان شاء الله احنا هنستكمل زي ما قلنا بقينا الانترنال كنترول, التوبيك بتاع الانترنال كنترول ثلاث محاضرات, السكشن بتاع الانترنال كنترول ثلاث محاضرات هنخلصهم ان شاء الله تعالى. برضو برجع باكد تاني ان احنا عايزين نبدا بارت 2
يعني بشكل سريع جدا ما نتوقفش. الناس اللي شايفه انها انترستد انها تكمل معايا برضو يا ريت تتواصل معايا. احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل فيرجوال كلاس روم بحيث ان احنا يبقى عندنا محاضرات منتظمه يومين في الاسبوع او ثلاث ايام. يعني شايف ان احنا ناخد محاضرتين ويوم نراجع فيه يبقى محاضره كده بنعمل ريكاب ونحاول نستوعب اللي احنا اخدناه في المحاضرتين، يبقى ثلاث محاضرات في الاسبوع، وبحيث ان احنا في خلال شهرين او ثلاث شهور زي ما قلنا بالكتير خالص نكون مخلصين بارت 2. الناس اللي هي عايزه حاطه بلان انها تدخل بارت 2 في الويندو ماي وجون 2016 نقدر ان احنا ان شاء الله نخلصه. ويا ريت يا ريت الانترست في الموضوع ده يتواصل معايا، الايميل موجود ورقم الموبايل موجود، وحتى الكومنتس يا ريت لو في كومنتس حد يعلق. وشكرا ليكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.